تحية لكم من زميلتي خديجة مرحي في الهندسة الإذاعية. إذن أجدد الترحاب بالمستمعين الكرام، بدون شك أنه غيكون الحديث ديالنا اليوم حول المقابلة ديال المغرب اللي غادي يلعب اليوم ضد المنتخب السوداني. ونذكروا بأنه في هذه المجموعة ديالنا البارح تلعبت المقابلة ديال غينيا بيساو مع غينيا غينيا كوناكري، فالمقابلة انتهت بالتعادل بهدف لمثله. كما قلت البارح، هاد التأهل لكأس العالم تيكون بين على شنو عدد ديال النقاط اللي يمكن تجيب خارج الميدان ديالك، وتتكون دائما من عند الفرق اللي يعني ما تتكونش مرشحة للتأهل. غينيا فريق اللي ممكن يخلق المشاكل، حيث غينيا من نهار اللي كانت هي عندها كرة القدم قوية، واللي ما عرفش غينيا راه غينيا تعادلنا معاهم واحد لواحد في اخر لحظات المقابلة بس فزنا بكأس افريقيا في 76. هذه هي غينيا، اي انه تاريخ كروي كبير. تعادل ايجابي بالنسبة للمنتخب الغيني في امام غينيا بيساو، ولكن حنا تنعتبروها نتيجة إيجابية بالنسبة للمغرب، في حالة ما إذا انتصر اليوم على السودان ومشى جاب أكثر من نقطة، أي أنه يجيب ثلاثة ديال النقاط، هنا تيكون الفريق أنه ربح واحد جوج ديال النقاط من 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 خارج الميدان ديالو. هذا هو علما بأنه المقابلة القادمة غتكون عدد غينيا فريق المرشح، إذا إلا مشينا عنده منتصرين ف غادي نزيدو نضغطوا عليه، وبالتالي غتكون المقابله صعبه، لانه بالنسبه للفريق اللي غيحصل للتعادل ويخسر في الميدان ديالو يتعادل ما تيبقاش من الفرق المرشحه، وان كان الحسابيين تيبقى دائما ينافس، ولكن اذا هذا بالنسبه للمقابله ديال اليوم اللي بدون شك انه التدخلات ديال المستمعين الكرام غادي تمشي في هذا الاتجاه. غير في البدايه دائما نذكروا بانه تتلعب الان المنافسات ديال البارا اولمبيك، الالعاب الاولمبيه الخاصه بال 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 بالاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصه. فالمغرب اليوم تمكن بواسطه البطل عبد السلام حلي من الفوز باول ميداليه ذهبيه ضمن الفعاليات ديال هذه الدوره المنظمه بطوكيو، من بعد الفوز ديالو بالسباق في السباق ديال 400 متر فئه ضعاف البصر، وايضا مسجل رقم قياسي عالمي في هذه المسافه. معنا الا نهنيو البطل المغربي عبد السلام حلي اللي كان اول من يعني كان يعني اول من فاز بالذهب وعزف النشيد الوطني المغربي. ايضا العداء محمد امكون فاز بميداليه فضيه في المسابقه، او حيث فاز في المركز الثاني سباق ديال 400 متر فئه ضعاف البصر تي 13. هادو ارقام شويه ما تنفهموهش فيهم، ولكن تنقراوهم كما هما محددين بالنسبه يعني المنظمين ديال الدوره. اذا هنيئا للابطال المغاربه اللي في الواقع النتائج ديالهم يعني طيبه مع في هذه المنافسات ديال البطوله ديال الالعاب الاولمبيه البارا اولمبيه. نرجع للفريق الوطني. البارح حضرت على التشكيله مبدئيا، داك التشكيله اللي تنعرفوا هي اللي غادا تكون، ما تنضوش كاين خلاف يعني ما كاينش فيها شي حاجه جديد، ولكن الجديد هو الـ يعني التصريحات اللي قدم البارح المدرب الوطني هالي زويتش، خصوصا على عدم استدعاء حكيم زياش. بالنسبه للمقابله يعني الشيء اللي تيقول المدرب ما تنضوش بانه كاين شي واحد ما تيقولش نفس الكلام، بمعنى انه الفهم ديال كرة القدم واضح، تيقول بانه الفريق الوطني جاهز مزيان، هو عارف اللعابة اكثر منا لانه قريب منهم. تيقول بانه يعني الفريق المرشح هو الفريق الوطني المغربي، ولكن غتبقى دائما مقابلة صعبة مع فريق اللي بدون شك انه غادي المقابلة الاولى ديالو غادي يلعب، بدون شك غيكون تكتل دفاعي. تنعرفوا السودانيين شوية عندهم قامات طويلة، لاعبين تيمكن لهم يدافعوا بشكل كبير، لا اقول تيلعبوا بعنف ولكن تيلعبوا بقتالية. المقابلة ممكن تكون اكيد انها تكون صعيبة، ولكن يعني الحظوظ تميل للفريق الوطني المغربي، تبقى فقط انه هاد الحظوظ اللي تنتمنوها
تكون حاضر على ارض الواقع وتيبان بانه كاين هناك تفاؤل. ولكن الموضوع الاساسي هو لانه الناس سالوا على زياش على اسم حاضر شاي وكيفاش وكيفاش، ف تيصعب علينا نكونوا تنفهموا اكثر من 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 المدرب لانه اقرب، حيث العمليه ماشي عمليه شخصيه ما بين مدرب وما بين اللاعب. المدرب قال بانه تحدث على عدم الانضباط، واصعب شيء بالنسبه للمدرب اللي غتفقدو يعني الشخصيه ديالو والهيبه ديالو والوقار ديالو كمدرب، هو انه المدرب كما تنقولوا بالدارجه يركبوا عليه اللعابه وتيوليو اللعابه هما اللي تيسيروا، المدرب تيبقى غير شي واحد تماك تيدير الخواطر لعباد الله. وهذا موضوع كبير لانه البارح شاهد واحد النقاش كبير على المنتخب الفرنسي على على كيفاش يمكن المدرب تيتعامل مع اللعابه الكبار، تيحاول ما يحاولش يخسر لتا شي واحد الخطر ديالو، وهذا هو اللي غادي يخلي المدرب يفقد الثقه، يفقدوا فيه الثقه لا المسؤولين ولا اللعابه ولا حتى الجمهور. اذا المدرب هاري لوزيتش قال بانه انا يمكن شيء المبادئ ديالي اننا يعني نهرسها ونخدم ضدها بناء على الرغبه ديال واحد اللعابه. وفي هذا الباب حتى شي واحد ما خصو يكون اكبر من الفريق الوطني، لان الحمل ديال الفريق الوطني انك تمثل البلد، ما تجيش تلعب، هذا ماشي لعب، هذه مسؤوليه. صحيح انه تنديروا اللعب في المعنى ديالو العادي، ولكني حنا تنعتبروا هذا اكثر من اللعب، هذا واجب وطني، واجب وطني. غتجي تلعب واحد المباراه وخصك تكون بحالك بحال اللعابه. اذا اللاعب بغي يشعر المدرب ويشعر اللعابه على انه يعني غيدرب وقت ما بغى وغادي يلعب وقت ما بغى، فانا لا اعتقد بانه كاين شي مدرب اللي يمكن يقبل هذا الوضع، ما عدا شي واحد اللي ما عنده شخصيه ويمكن خلينا نقول شي واحد انتهازي قال نستافد من هذا اللعب هذا، حتى ولو على حساب المبادئ وحتى على حساب الجو اللي يمكن يسود ما بين اللاعبين، ندير الخاطر اللاعبين الكبار واللاعبين الصغار ممكن نعاقبهم. فما تنظنش شي واحد اللي يسمع هذا الكلام غادي يقول لا 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 كان خاصو يجي يعيط لزيا الله ودي جياس يمكن يجي يدير ما بغى، يمكن لا يعقل. علما بانه حتى ماشي دابا كما غندير نقولها بالدارجه، حيت مره هذا الكلام ديال الدارجه تيكون مفيد، ماشي ملي غطيح البقره غيقوى الجناوه، لا ماشي هذا هو القصد ديالي. القصد ديالي هو انه زياش عارفين الناس يلعب بانه بواحد النوع من البروده، يمكن تنقولوا حتى في داخل الفريق ديالو، يمكن هو الطبع ديالو هذا هو الشكل ديالو، ولكن مع الفريق الوطني خصنا نحسوا بواحد الشعور اخر، احساس اخر، لان تلعب مع يعني تحت الرايه ديال البلد، ماشي تحت الرايه ديال الفريق اللي غتلعب معاه 3 سنين او 4 سنين بحال هذاك، هذا فريق اللي غيبقى دائما تابعك الى الابد مادام انك عايش والفريق الوطني تابعك، ماشي فريق اللي غنقولوا بانه غتلعب معاه عامين ومشيتي عامين هنايا وفين ما مشيتي غادي تبوز داك القميص، لا هذا قميص اللي هو يعني الانسان تيقدسو يعني قدسيا يعني المفهوم ديالها البسيط ماشي المفهوم ديالها الكبير جدا. اذا في اعتقادي القرار ديال المدرب كان سليم، ما عاد الا كاين شي كلام اخر يخرجوا واحد النرجياش يقول لها اللي كاين وها اللي كاين، ولا اعتقد لانه ما تنظنش شي مدرب يكون عنده لاعب في المكانه ديال الزياش وانه غادي يضحي به لانه عنده خلاف شخصي. هذا ماشي خلاف شخصي، هذا خلاف بدون شك، راه يعني المدرب ما غيدخلش في التفاصيل ديال شنو هو عدم الانضباط، راه قال تيجي معطل وتيجي اضافه يمكن الحوايج اخرى عاوتاني التصرفات، حيت الانسان تنشوفو غير من خلال التعامل ديالو يمكن مع الزملاء ديالو، ما عرفش حنا تنذكروا على شي حاجه اللي بعيده، الفريق الوطني الان بعيد ما تتشوفوش شيء الان، هذه مسائل عاديه اللعابه بيناتهم ما غتشوفهم شيء، ماشي بحال اللي كان قديم كنا تنعرفو منهم تنعرفو شنو كاين، دابا الان امور بعيده جدا، يعني شنو كيدور بيناتهم اللي كاين راه قالوا المدرب، المدرب ما يعني مشى مباشرة حتى قبل ما تلعب المقابلة، وشيء طبيعي انه خص اللاعبين تكون عندهم واحد كما تنقولوا الراس يكون صغير، ولما يجوا الفريق الوطني يحسوا بانه لاعبين عاديين جدا، ما يجيش على انه لاعب، انا لاعب كبير، لاعب كبير في الفريق ديالك، في الفريق الوطني تولي لاعب تخدم يعني من اجل واحد الهدف اكبر من انك تتلعب لواحد المشجعين. لما تلعبوا للفريق الوطني تلعبوا البلاد باكملها، نسائها ورجالها واطفالها وكل شيء. لما تكون مع فريق
تلعب للمحبين ديال داك الفريق وانتهى الامر. ورفق كبير ما بين انه تلعب لفريق واليوم غتلعب فريق في بلجيكا وغدا غتلعب الجمهور ديال الفريق في ايطاليا وغدا كل نهار في مكان. بالنسبه للفريق الوطني المحبين ديالو هو هما الناس ديال هذا البلد سواء داخل المغرب او خارج المغرب، اذا ما تتلعبش يعني المحبين ديال كره القدم. اليوم واش المقابله ديال اليوم غادي يشاهدوا غير المحبين ديال كره القدم؟ شوف المغرب كامل كلشي غيشوف المغرب، كلشي غيتسنى المغرب. اذا انسان يجي على هذا الاساس انه انا يعني واحد نعطي واحد الصوره ديال واحد اللي غيجي، ماشي الواحد اللي بانه جايب انه انا راني جايب بحال ما اسميها بحال محتاجين ليا. المغرب محتاج الولاد كاملين اللي يجربوا معاه، ولكن ما كاينش شي واحد اللي شعرنا بانه الا ما كانش هو ما كاين والو. ف حنا انا اللي تنتمناو ان واحد النهار يتحل هذا الاشكال، ما تنبغيوش انه تكون هذه قطيعه وانتهى الامر وبقاش نهضروا معاه. لا، تلقى واحد الصيغه وهذا الشيء في بزاف ديال الحوايج. انا صراحه يعني اللعب مع الفريق الوطني المغربي خاص يكون المنطق ديالو هو الرغبه ديال اللعب بالدرجه الاولى، هو الاول. يعني ندير داك يعني ندير داك لوجيست الاول، يعني انا كاين مشكل بلادك ترحب بك مزيان، كاين ماشي لدرجه انه تبقى توسل لشي واحد. هذا المغرب، هذا المغرب، المغرب اي واحد يتمنى يجي يلعب يلعب فيه. ولكن الا ما كانتش عندك الرغبه ما بقى نبز عليك، ما باش تلعب. كاينين يعني بزاف ديال اللاعبين عندهم جنسيات ويلعبوا في 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 تحت الرايه ديال الدول الاخرى، وشو كاين الاشكال؟ كاين مغاربه اللي يلعب في هولندا، يلعب في فرنسا، يلعب في لا يلعب، وشو كاين الاشكال؟ الا ما عنده شي رغبه علاش غنتوسل ليه؟ بالعكس بالعكس، الا هو كانت عنده الرغبه حتى هذيك تتعاون. ما كامل الاسف يعني الفريق الوطني واحد الوقت قلنا جانا لعاب كبير وصراحه يعني بامكانه انه يعطي الشيء كثير للكره. احنا خرجنا في اللعاب اللي كنا نتمنى انه يكون هو يعني المحور ديال الفرقه، احنا خرجنا في نقاش الان، وهاد التصريحات غادي يكون عندها ما بعدها. نتمنوا لانه هو الان اللاعب ديال الفريق الوطني. نتمنوا انه يعني الحكماء اللي يمكن لهم يدخلوا يحلوا الاشكال، حيت صراحه يعني ما تجيني علاش انه شنو غنديروا بصفه نهائيه ما يلعبش مع الفريق الوطني المغربي. لا اعتقد امور ما نبغيش نوصل لهذا الشيء هذا، ولكن بشويه ديال الانضباط، حيت حتى اللعاب الى خرج بشي تصريح وقال بانه يمكن التصرفات ديالي تفهمات ماشي هو هذاك، او يمكن يقول بانه حيت كاين المدرب تيقول بانه اللعاب تيقول انا مصاب وماشي ماشي مصاب، يمكن نلقى واحد نوع من التوافق. فما تبقاش نقول بانه لا القطيع صافي انتهت المهمه ما بقاش يلعب معنا نهائيا. لا ممكن تلقى واحد الصيغه ديال مراجعه ديال التصرفات ديال اللاعب ويرجع للفريق الوطني، لانه كيف ما كان الحال عند الولد عنده امكانيات مزيانه. حتى كما تنقول الاعتراف بالخطا راه فضيله. إذا هذا بالنسبه هذا الموضوع. في هذا الموضوع تلقرا واحد بانه اللاعب مذكور التحق غيلتحق بمراكش باش يدخل في التربص الاعدادي مع فريق الرجاء، من بعد ما سمعت له ذاك اللجنه ديال التاديبيه ديال فريق الرجاء. كل شيء ممكن يوقع، بزاف ديال اللاعبين تيمشيو يعني تيوقع لهم خلافات مع لاعبين بعضياتهم مع مدرب، ولكن لما تسمع تنقرا على حسب اللي قريت انه مذكور 20 سنه وقع له خلاف مع الرئيس ديال الرجاء. على هالدرجه الولد لعب عام ونص غيوصل الخلاف مع الرئيس؟ شنو هذا الخلاف اللي غنوصلوا فيه؟ يعني اللجنه التاديبيه، الخلاف اللي غنوصلوا للجنه التاديبيه بان السيد دار شي حاجه اللي هي خصك تمشي تسمعوا لك. حيت لو انه اللعاب جا قال ودي مثلا تعطيو مثال، قال بان العقد ديالي بغيت يكون فيه 3 سنين 4 سنين وتعطيوني 200 600 مليون 700 800، ما تنضوش غيقولوا في هذا الكلام هذا، خصك تمشي للجنه التاديبيه. الى كان النقاش حول مثلا انا بغيت نلعب هنايا والمدرب، ممكن نقلبوا على المدرب ونقلبوه. ما نوصلوا للمرحله التاديبيه حتى الى كان شي كلام غير مقبول
الا كان اللجنه التاديبيه بمعنى انه كاين شي حاجه فيها ماشي هي هذيك. يمكن دار بحال كيما دا زياش، انا لعاب كبير ديال الفريق الوطني وانا 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 وتبعت ب 70 ولا 60 ولا 80 مليون ولا 70 مليون ديال الاورو ولا شي حاجه بحال هذا الشكل، نقدر نقولوا بانه اللعابه شويه من تيوليو لعابه كبار. بدايه الطريق، بدايه الطريق ما نبغيش الا الولد باقي صغير يوصل لدرجه انه وقع له خلاف مع الرئيس. الا وقع لك خلاف مع الرئيس هذا ما هو لا مع يعني مع احترام ديالنا لجميع المكونات، ما هوش مع شي واحد عادي في فرقه باش نقولوا بانه راه وقع لك خلاف وخصك تمشي للمجلس، انت مشيتي مع الرئيس مباشره اذا كان شي صحيح. يمشي اختلاف مع الرئيس شويه ديال اللي تنعرف انا بانه كاين لجنه تاديبيه في كاع الفرقين، ولما فريق اما لاعب دولي كبير محترف تيسمع بانه غادي تسمع له اللجنه التاديبيه ماشي الرئيس ديال الفريق، اما الرئيس كاع ما يشوفه تيبان الليل كله ما تينعش، اللجنه التاديبيه غتشوفني هذا عندي رئيس اللجنه التاديبيه والاعضاء كله شاد الخلعه اش غايديروا، واش غيقطعوا لي فلوس، واش غيديروا لي، واش غيديروا لي حنا لا السلام عليكم مع من مباشره الرئيس شويه ديال 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 ف يمكن في هذه الظروف هذه كاين شويه ديال الاضواء اللي تتسلط على اللعابه وتخليهم انهم يعني يفقدوا التركيز. لما تسمع بانه النجم الوعيد وهذا غتشري هذه وهذا بغاته بوردو وهذا بغاته سانتيتيان هذا بغاته بيز في ايندوفن، اللعابه صافي تيوليو تيجيب لهم والله بانه صافي حتى شي حاجه. كرة القدم صعيبة كرة القدم تيمكن لك تكون اليوم لاعب كبير 24 ساعة تولي لا شيء، ما نعطيش السميات لانه شفتوا اللاعبين كاين اللي كاينوا لاعبين مغاربه بالادب ديالهم والاخلاق ديالهم والمستوى ديالهم المتواضع جدا وداروا داروا سنين طويله مع الفرق ديالهم، وكاين اللي المستوى ديالو لا باس به مشى للفريق الوطني ولعب كما تيقول لك ودايز كما تنقول بالسكوتي، حيت صعب نقول السميه ديال اللعبه، ولكن مادام تنذكر مع الناس الرياضيين راه عارفين اللاعبين اللي كان المستوى ديالهم يعني لا بأس به، ولكن الانضباط ديالهم والحماس ديالهم والقوة ديالهم والأخلاق ديالهم لعباتهم الفريق الوطني لسنين طويلة. وكاين لاعبين اللي المستوى ديالهم عالي جدا وما لعبوش الفريق الوطني علاش؟ لأن التصرفات ديالهم ما كانتش. ولهذا هذا الوليد هذا ديال 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 الرجاء مذكور لعب مزيان واعد ما فيه لا هذه ولا هذه، ولكن خصو لأنه هذا الشيء غير تحسب عليه غيتحسب عليه بانه لاعب شويه تتقلق. وانا كما قلت بانه اول شيء خلعني هو سمعت بانه وقع له خلاف مع الرئيس، نطلب على الله يكون هذا الشيء اللي قريت غلط، حيت صعيب تبان لي بانه حيت الرئيس بحال الوالد ديالك. ف تنشوف انا التقدير ديال 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 اللاعبين الكبار. كريستيانو رونالدو شكون اللي رجعوا لمانشستر يونايتد؟ هو كان غيمشي للسيتي وكان رجعوا فيرغيسون هو اللي اتصل به واعترف بها. لما سولوا قال لهم ما يمكنش نرد الكلام على فيرغيسون هذاك بحال الوالد. هذا هو سميتو ذاك كريستيانو اللي مسجل مع الفريق ديال المنتخب 111 الهدف، رقم الان علي دائم شاهم كان 109 البارح جوج ديال الاهداف وسجلوا في وحده في الدقيقه 88 ولا 89 والهدف الثاني تسجل الدقة الرابعة من بعد الوقت بدل ضائع وكان ضيع ضربة جزاء في بداية ديال المقابلة والفريق كان خاسر بواحد لصفر. لأنه حتى حاجة ما أثرت فيه. إوا إلا غادي ناخذوا اللاعبين الكبار بأنهم تياخذوا الفلوس وتيديروا ما ناخذوش غير شحال تياخذوا الفلوس، ناخذوا حتى التصرفات ديالهم والتعامل ديالهم والاحترام ديالهم الناس اللي عطاوهم او الناس اللي رسموا لهم الطريق كيفاش يعني يبنيوا المستقبل ديالهم بشكل صحيح. على كل حال نقدم الان الارقام الهاتفيه للتواصل مع البرنامج. الارقام ديالنا هي 0526660066 0526660067 0526660068 اعيد 0526660066 0526660067 0526660068 او عن طريق الواتساب في 06 62 62 42
أعيد 06-60-62-32-48. إذن فاصل ثم أعود لمواصلة البرنامج. أنتم دائما مع برنامج نقاش فريد. قبل ما نأخذ المكالمات غير بسرعة يعني ندير واحد القراءة بسرعة في التعليق اللي كاينه في الفيسبوك. أنا ما أتحملش مع على 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 زياش، بالعكس أنا خليت الباب مفتوح، قلت بأنه غنحتاج لهاد اللعبة هذا واحد النار، حيث ما عندنا حتى معنى أنه غنبقاو قاطعة لهاد الشيء هذا، وقلت بأنه المدرب اللي قال خصنا نسمعوا واش غايقول اللعاب. المدرب دابا اللي كاين هضره هي ديال المدرب، والناس تيقولوا بانه واحد قال لي خص التزم الحياد، شنو الحياد؟ ما انا تنقول حقائق اللي كاينه وماشي على زياش. انا الشي لعاب اللي يديني الكاس العالم ويديني الكاس العالم، ولكني يمرمدنا السبعه ديالنا في الطرا ما نمشيش كاس العالم. اما الناس يكونوا بالكبرياء ولا بلاش، انا ما غنمشيش كاس العالم، ما غنمشيش كاس العالم بواحد. انا الناس اللي داونا كاس العالم خرجت معاهم خداو 100 دولار في 10 ايام، 100 دولار، 100 في 10 ايام، ماشي 500 دولار في النهار، 10 ايام مشينا بها حتى للمالاوي خداو فيها 100 دولار. هادو هما اللي خص اللعاب اللي يبغي هاد الشكل هكايا، ماشي ما تخرجش من شي كلام اللي ما نقدش نقولو. زياش على الراس والعين، ولكن ماشي لدرجه انه ما هادشي تنقول اللي قال المدرب. الا خرج زياش قال لا المدرب هاللي دايروا هذا غنبدلوا الهضره، حنا تنقولوا الكلام اللي قال المدرب، ولا اعتقد بان المدرب بغى يكذب. خصنا نشوفوا الرد ديال الاخر، ولكن انا باش ما يتقالش تحامل انا خليت الباب مفتوح لهذا اللعب هذا. وكونترير خصنا هذا اللعب خصنا نستافدوا منه، بغيناه، ولكن في اطار الى انسان عنده الكرامه. اي واحد تقول له ودي بانه غنعطيك ولكني تصبر على هذا الكلام هذا، يقول له اخويا الرزق الله. حنا المغاربه كما تيقولوا نفسنا حاره، ولهذا حنا تنبنيو على الشيء اللي تقال، وما بغيناش نردوا منه المشكل. حنا عندنا فريق وطني غير يلعب اليوم، خاصنا نمشيو مع الفريق. وحنا هضرت غير هادشي حيت المدرب هضر عليه، اما هاد المشاكل قبل المباراه كاع ما نهضروا عليها كاع نهائيا. خاصنا نهيئوا، حنا خاصنا نربحوا المقابله. الا درنا هاد النزاعات قبل راه هذا هو الاشكال. سي بدر من الدار البيضاء. سي بدر مساء الخير. مساء الخير سي سعيد. مرحبا سي عوده من منى سيدي. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. فاصون ما غاديش نطول عليك، غادي نكون شويه سريع في الدخول. انا بغيت نهضر على جوج نقط، من النقطة ديال السي حكيم زياش، لأن صراحة هاد اللعبة ديال المنتخب ربما أنا تنشوف ربما واش ما كاينش الدور ديال التأثير في المنتخب، لأنه واخا يجي الوخا ومأثر على مستوى عالي خصنا نجيو نأثروه في المنتخب باش نفكروه بأن المنتخب ديال المغرب راه داز عندنا واحد اللاعب سميتو الله يرحمه العربي بن مبارك، راه داز عندنا محمد فراس، داز عندنا تيمومي، داز دولمي، داز بيتشو، داز اساطير اللي ما يوصلهمش هو واخيلا ب 20 عام اخرى. دونك كيبان لي بان كاين شي لعابه وهذا الشيء وقع فاتك الثلاث، لان واحد حنا تنعرفوا واحد معروف بانه رجل معقول وتيبغي لا ريغور. الفرق اللي دازت فيهم كاملين المنتخبات اول شرط عنده هو الصرامه في التعامل. حتى واحد ما فوق الفريق الوطني، هاد اللعابه خصنا نكادريهم شويه ونوريهم دوك اللعابه اللي دازو، ونقول لهم راه واخا تلعبوا 100 عام اخرى ما توصلهمش، ولعبوا في دي كونديسيون اللي خايبين وجابوا البالون دور، وكون كانوا يلعبوا دابا راه غنشوفوهم ماشي غير في بي اس جي، نشوف كثار من بي اس جي وكثار من برشلونه وكثار من ريال مدريد، لان القيمه ديال المنتخب مشات مع هذا الريكروتمون ديال لي جوار اللي كيجيو، ما عارفين شكون هو المغرب وشكون هما اللاعبين اللي في المغرب، ربما ما كيعرفوهمش، خصنا نفكروهم. اول حاجه وانا مع واحد اللي يوديك في القرار ديالو، وانا بالنسبه ليا ماشي على هذه المره، انا زياش تيبان لي لعاب عادي، تيبانش لي لعاب كبير كيف ما كبرنا احنا اعلاميا، لعاب عادي جدا. ودايور راه كيضر على باصو في تشيلسي، راه ما كيلعبش تيولير. كل حال انا شوف امكانياته ما غنهضروش عليها، تنذكروا على تصرف ديال المغرب. لا من حقنا لا، لانه هو ربما طيح من الامكانيات ديال المنتخب. ايوا خاصنا حنا نقولوا له الامكانيات ديالك بوغ لو غوميت خاصها باس، خاصو تسمع الهضره. يلا سي بدر النقطه الثانيه، عافاك حيت عندي مكالمات كثير. الله يجزيك بخير. النقطه الثانيه هي ديال 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 المذكور. انا هاد اللعب سانسيغمون انا كرجاوي كنتبع الديتاي بزاف ديال اللعابه مذكور. انا كنشوف من الماتشات اللي لعب كاملين في الرجاء تقريبا كلهم شفتهم، اللعاب تيبان ليا اللي ان بو ما رجليه ماشي في الارض، ما خلال التصرفات ديالو في المقابلات وهذا ربما السيدي سحب ليه راسو راه وصل. خلي انا غنمشي معك في الخط شويه، تيحس
حس كما تنقولوا حس براسو وصل قبل الوقت. لان قداش حس براسو مهم، وهو بالنسبه لي انا شخصيا لا راه ماشي مهم في الراجل. لا ماشي ماشي مهم، لا هو كلاعب واعد لا نقاش فيه، ولكني خاصو يحس براسو بانه باقي في بدايه الطريق. هذا هو القصد ديالي. سعيد لعب لعب راه عنده لاج ديالو، راه الي ماتيور 20 طون بالنسبه للكره راه كبير. وحنا في المغرب راه كعرف 20 باقي باقي باقي. ودابا حنا باغي الاحتراف، حنا باغي الاحتراف وباغي هذا، ما يمكنش ندون هذا سوا لا غيغور سوا بسلامه، فهمتي؟ لان ما يمكنش الرجاء الله فرحانين بالكاس ولا تنقولوا راه درنا ودرنا والرئيس دار عمل خرافي. يلا على كل حال الامور تقادات ويجي واحد نطلبوا له الخير. حنا اللعابه اللي صغار تنبغيهم ان نحافظوا عليهم، خصهم غير يعترفوا بلا دابا شي خطر. شكرا لك، بارك الله فيك. مشي لمدينه مكناس على سي مصطفى. سي مصطفى مساء الخير. السلام عليكم السيد. مرحبا سي مصطفى. بارك الله فيك. نهضر معكم سي سعد على النقطة كاع اللي مهمة واللي كتهمني يمكن هذه الساعة اللي هي حديث الساعة، اللي هي النقطة ديال زياج. وما كنعتقدش بأن الكلام ديالكم كان فيه شي تحامل أو شي حاجة بالنسبة لي كمتتبع. غادي نشوفها من واحد النقطة. بالنسبة لوحيد يعني نبدا من النقطة الأخرى اللي قلتوا اللي هضرتوا عليها أنتم، هو أنه خاصنا واحد الحكماء اللي يدخلوا في القضية هذه. يعني زياش هاد الساعه هذه كنظن مهم للمنتخب الوطني المغربي كلاعب هاد الساعه، ما كنظنش البطوله الوطنيه عندنا واحد بحالو او في دوريات اخرى. وهاد الساعه هذه راه الفراغ اللي كيعاني منه المنتخب الوطني السي سعيد اشنا هو؟ هو اننا عندنا لاعب واحد اللي هو انس الزميتي اللي معيطين له المنتخب من ابناء هاد البلاد هادي. الوغ اللي كيجينا هاد الساعه هذه راه كيجينا، وقلت هذيك المره الجيل الثالث والرابع والخامس هما كيجيونا، كيجيو هاد الناس هادو اكيد، وتنظن بانه كيتشكلوا ذاك لون، ذاك لون ماشي ذاك لون ذاك المفهوم السلبي، قدمنا هما ذاك لون على اساس الانتماء، ولاد هولندا، ولاد اسبانيا، ولاد ولاد اي دولة كبروا فيها على حتى المشكل ديال التواصل بيناتهم. ديال التواصل، شكون هذا؟ وهذا المشكل هذا راه كنعانيو منه السي سعيد بالنهار، ولينا كنعتمدوا على ابناء المهجر مع الشكر كامل ليهم واللي كيقدموه. ما بقيناش كنلقاو شي واحد في البطوله. راه كنعطي منتخب، انا كانسان عندي 41 سنه تبعت المنتخب 98 و94، راه كان انت فاش كنا كنجيو ديال البطوله الهرم تقلب. مربي النبت والطاهر وكما قلتوا البهجه وكماتش وباصير، كان ولاد الجاليه كانوا قلال، دابا الهرم تقلب. وهذا اللي غادي يستطع انه يأثر هاد الناس هادو على الاقل باش يتواصلوا مع بعضياتهم. انا كنهضر هولنديه اوتوماتيكمون غادي نمشي غادي نبات مع واحد تيهضر هولنديه، انا كنهضر الصبريونيه غادي نمشي. تواصل المساله اي انسان راه سواء امازيغي سواء عربي، اللغه اصلا كتشكل هي في الحياه كتحيد لك واحد العائق باش تواصل. حنا عندنا واحد المجموعه ديال اللغات وواحد المجموعه ديال الناس، وكنهضروا على زياش. زياش هو الخطا اللي ترتكب هذه الساعه هذه، واللي كنت انا ضده يعني كمتتبع، هو انه ما كانش سي واحد يثير هذا المشكل في هذا التوقيت هذا وفي اول مباراه اللي هي حاسمه. اللي هي حاسمه بالنسبه للاخ اللي تكلم قبل من الدار البيضاء يقول لنا انه الناس ديال اوروبا يجيو باش يتاثروا، لا تنظن بانهم كابرين على المستويات. اوروبا كتقول كانوا عندنا، هي كانوا عندنا هذا العربي بن مبارك الله يرحمه استاذ رحمه بن محزوب واقصبي، وحنا جايين منتخب 62 ما كيعرفوش المغاربه، وكنهضروا بواحد الغيره لانه يعني الاوان باش يتلقى حل. راه نقدم شي واسي سعيد الكاس الافريقي، علاش ما كنمشوش؟ لانه ما عندناش منتوج وطني. كنمشيو دوك الناس كيحسوا على انهم كينتميو لفريق، جيب هذا من هنا بحال عندنا برشلونه ريال مدريد. والتجربه راه عندنا واحد الزوار اللي هو ما صدقناش وكان يمكن يكون بين احسن لاعبي العالم، وهو دابا ما كنستافدوش منه. شكرا لك سي مصطفى. نعم شكرا لك سي مصطفى، بارك الله فيك سي مصطفى من مدينه مكناس على المداخله ديك قيمه. نمشي للدار البيضاء عند سي جلال. سي جلال مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم سي بخير. بارك الله فيك سيدي. الله يبارك فيك، خمسه تليزير بعدا كنهضر معاك. مرحبا مرحبا مرحبا. درنا معاك برنامج العالم الرياضي ترى البرنامج الحمد لله. الله يبارك فيك. سي سعيد الدوخ نهضر انايا على واحد النقط. نبدا بالنقطه اللي حديث الساعه كما كيقولوا الاخوان كما اشرتي ليها، هي النقطه ديال حكيم زياش. حكيم زياش حنا كنا كنعرفوا الكومبورتمون ديالو ملي كان في اجاكس حتى ولا في تشيلسي حتى في المنتخب الوطني. الوغ كان بالاحرى السي واحد ما يثيرش هذا الموضوع حاليا في هذا الضرب. هذا هذه فكره ديالي انا. تلعب المقابله، تلعب المقابله ومن بعد بيان سور تلعب المقابله تلعبوا ماشي غير هذه المقابله، تلعبوا جوج ديال المقابله تلعبوا بجوج
اي بيان سير. وبما انك انت ناخب وطني انت الدور ديالك هو الاصلاح، هذه هي المهمه الاولى. هو الدور ديالك هو تصلح وديك الشيء يكون والصرف يكون سري يخرج كاع للعالم. كاين مشاكل كبيره وقعوا فيهم لاعبين كبار في منتخبات عالميه وفرق عالميه وكيبقى الموضوع داخلي كيتصلح بيناتهم داخليا حتى كيرجع للمياه المجاريه. ماشي اول اي مشكل خصنا نخرجوه للبيبليك. وعلى الاقل ملي بغيتي تخرجوا كان عليك تخرجوا ودير ندوه صحفيه النهار اللي علمتي على اللائحه، حتى الا كنتي انت مريض يمكن تكون ندوه صحفيه عند بعد اللي يمكن يكون المدرب المساعد سي مصطفى حجي. راه ما نقولوش انه مساعد المدرب، راه الدور ديالو راه مدرب مساعد ماشي مساعد المدرب. الا ما كانش سي واحد واجد الماتش راه هو اللي غيكون المدرب. دونك بما انه ما واجدش في الكونفيرونس دو بريس راه خاص يكون المساعد ديالو هو اللي يكون يدير. غير سي جلال نعم سي شوف انا تيظهر لي المدرب يعني ماشي تنزكي الكلام ديال المدرب، حنا غير تنحلوا الكلام اللي تقال. لما تيقول المدرب بانه ما كاينش انضباط فلا اعتقد بانه ما غيكونش هناك انضباط. مثلا قال تيجي مؤخر يعني تيجي مؤخر للتدريب، واحد الا جا مؤخر للتدريب واش ما غتهضرش معاه؟ غتهضر معاه. يمكن داك رد الفعل اللي تيكون تيحس به بانه فيه شي حاجه اللي غتخليك وما يمكنش هذا ما نهضرش معاه. الا كان شي رد فعل عنيف يقول له ما بقا تسكل عاد تسول فيا ولا شي حاجه تقول لي علاش ولا نجي وقت ما بغيت ولا شي حاجه تسكل هكا، هذا هو الاشكال. لان ما تنظنش بانه المدرب غيجي يلعب معطل وما غيهضرش معاه وغيجي يتصرف وما يهضرش معاه، يعني ولا بد هضر معاه. اي انه الان حنا امام رد الفعل هو اللي ما غيقبلوش، هو عدم الانضباط. هذا الشيء اللي كاين، عدم الانضباط راه كتكون واحد المسائل داخليه، ما تخرجهاش للاعلام وما تخرجهاش للعموم. ايوا دابا الناس يقول علاش ما عيطتيش؟ علاش ما عيطتيلوش؟ علاش ما عيطتيش؟ حتى هو راه محرج. لا ولكن راه كاين بزاف ديال شنو يقول؟ كمدرب راه هذاك هو الدور ديالك ماشي الدور ديالي انا وماشي الدور ديالك انت سي جلال. وعلى كل حال صحفي فهمتيني، وهذا هو المشكل. حنا ولينا دابا في عطمان نهضروا في مواضيع هادشي اللي كيبغي نهضروا على المباراه ديال اليوم، حنا تنهضروا على مشكل اخر. حنا نحلوا مقابله ونحلوا الخصم ونشوفوا التشكيله اللي خصها تدخل. يلا سي جلال بسرعه فكنا عندي ثلاثه ديال المكالمات تينتظروا ما فيها ما نعيط لهم ونلقاهم مشاو. داكو سي صادق المهم نخليهم. بارك الله فيك، الله يطول عمرك، بارك الله فيك. مشي لعند السي اشرف من الدار البيضاء. سي اشرف معكم سي زادوق بخير. مرحبا بخير، تفضل. حنا دابا امام مقابله مصيريه اليوم، يعني اول مقابله لهذا المدرب ديال كاس العالم. يعني وهذا المشكل اللي وقع لا اله الا الله محمد رسول الله، يعني كان وقع المشكل مع اللاعب المزراوي وما دارش هذا الدجال. هذا الدجال اللي دار هذا المدرب خصنا شي واحد شي شخص يكون مسؤول على التواصل السي سعيد فهمتيني، يعني مابقاش شي واحد التواصل هو يخرج يشرح لنا شو واقع فهمتيني سي سعيد. قدم هو هضر ولكن سي زياش باقي ما جاوبش، يعني خصنا نتسناو سي زياش يجاوب المدرب. ايوا النهار اللي عطات اللائحه راه جاوب بسرعه. ايوا ولكن زياش باقي ما سمعناش ليه، يعني راه كلشي دابا كيقول لك ايه زياش راه مفرعان راه هادي راه هادي، ولكن عنده حق الرد معلوم. لا من حقه خص اللاعب باش كيقول نتمناو الفوز زعما اول مقابله. ما كانش بغينا حنا غير نربحوا بعد الحظ، ما كانش يدير هذا المشكل، يعني هذا المدرب ما كانش يديروا يعني مشكل كبير. خلينا المقابله وبقينا مقابلين زياش فهمتيني سي صدوق. دابا خفنا هذاك التفكير ديال المنتخب يتشتت، ايوا تبارك الله خايفين منه اليوم ونتمناو الفوز وصافي ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا، بارك الله بك سي اشرف. سي مبارك دار بيضاء. السلام عليكم سي سعيد. وعليكم السلام سي مبارك. بخير الحمد لله. شكرا لك، شكرا لجميع الناس ديال راديو بلوس. مرحبا. ما تهضرش على الفريق الوطني المغربي. اياه. مقابله غتكون صعيبه، ياخذوا مقابله بحذر. كونتر اتاك ويردوا البال الدفاع. عندك شي انذار ولا شي ورقه حمراء ولا شي حاجه حيت التحكيم راه شويه معانا حنا. وسميتو هذا المشكل ديال سياج. سياج ولا سميتو. فين المشكل ديال الله؟ هذا الشيء ما خصوش يبقى في المنتخب الوطني. ولا فريق الوطن المغربي بحال شي خدمه عجبك ديري هاك صافي. لا سيدي راك داير الفريق الوطني المغربي راه الرايه المغربيه هذه راه كره القدم هذه راه 40 مليون ديال البشر كيتسنى فيك. هذا الشيء ما خدامش. شكرا سي سعد وضروري شوف واحد النقيطه نعطيك واحد النقيطه والدراري ديال البطوله ضروري راه ضروري. ان شاء الله لا قدام هذا الشيء ضروري. ان شاء الله يعني شكرا سي مبارك. كاين بزاف ديال التدخلات ديال في الفيسبوك. كاين تيقول تحياتي زياش لاعب كبير تحيد ما حيد الشهاده.
تحياتي لزياش من امستردام. كاين اللي تيقول زياش منفوخ اعلاميا، لا ما ماشي اعلاميا، زياش لاعب كبير عنده امكانيات ما نقشوش، ولكن انا تنقول لك بانه راه ماشي امكانيات العاليه تخليك دير اللي بغيتي في الفرقه، ما كل واحد يدير اللي بغى. فريق وطني لا، ما فريق وطني خصنا اللعاب كلهم يحسوا بانهم يد وحده. السي المهدي من الدار البيضاء. السي المهدي مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. صافي لي سعيد لاباس عليك. الله يبارك فيك اسيدي بارك الله فيك. كتسمعني مزيان ياك؟ اه تسمعك مزيان. بغيت عافاك تعطيني غير شويه الوقت حيت لا غير شوف غير بسرعه لانه كاين بزاف ديال المكالمات تنتعطل عليهم تنقطعهم نشوف حالاتهم، هادشي اللي كان احتراما للمستمعين. تفضل. الله يودي على راسنا وعينينا. مرحبا. انا غير بغيت نقول لك راه المشكله اللي كاينه في المنتخب الوطني راه مشكل تسييري، ماشي مشكل مدربين ولا مشكل عدم انضباط. لا تسييري بمعنى ان اسمح لي غير باش نمشي دقه نقطه بنقطه، الا جا شي لاعب مأخر وما بغاش يدرب مش مشكل تدبيري. نو ماشي ماشي كيستيون زياش، انا ما تنتكلمش على اللقطه تاع زياش. انا تنتكلم على انه سي القجع ما نكروش حنا الانجازات اللي دار على الصعيد الوطني والصعيد الصعيد الدولي، ولكن اللي ساعدوا في هذا الشيء هو التوجه تاع صاحب الجلاله على الانفتاح على افريقيا وعلى الانفتاح على العالم، باش يساعدنا هذا الشيء لاحتضان كاس العالم في المستقبل. غير المشكل اللي كاين دابا هو اننا عندنا واحد المنتخب رديف اللي تتخسر عليه ملايير من الميزانيه تاع الدوله وتحقق نتائج في افريقيا وتلقاو ان سي واحد ولا شكون المسؤول على المنادات على هاد اللاعبين، تنادي على لاعبين اللي تتجربوا اول مره في المنتخب، وخصنا ديما حنا كمواطن مغربي، انا من مواليد 83 ما حضرناش التتويج تاع 79 اللي دينا غير بالتنقيط، يعني ما ديناش بشي سبعه الماتشات ولا ثمانيه مع احتراماتي لذوك الناس. انت حنا غادي نفرحوا حنا بالتتويج القاري، فنشوفوا واحد هاليلوزيتش انه نجح مع منتخبات اللي متقاربه مع المغرب في المستوى في الامكانيات. وجا عندنا حنا دابا بحال الا ما عمره ما درب ولا ما عمره ما لعب الكره ولا شاف الكره. اذا المشكل اللي عندنا حنا راه ماشي مشكل شونجمون تاع المدربين. ما كاينش واحد التوجيه وما كاينش واحد الاستقلاليه في المنادات على اللاعبين اللي تستاهلوا حمل القميص الوطني. لا غير هو لما هو لما تتعاقد بواحد المدرب، المدرب تيبقى له الصلاحيه يختار اللي يبغى. لا ولكن ما نفرضش عليه انا مصطفى حجي يكون المساعد ديالو، حيت مصطفى حجي مساعد تاع اربعه المدربين، انا ما عمري ما شفت شي مدرب تيمشي لو ستاف ديالو تيمشي وتبقى المساعد ديالو. مصطفى حجي لاعب كبير على راسنا من الفوق، حامل الكره الذهبيه وفرجنا، ولكن كمسير ولا كتقني في بنك الاحتياط جو كوا افيك تو مي ريسبي لهذا السيد هذا انه ما يستحقش يكون في بنك الاحتياط تاع المنتخب الوطني. المنتخب الوطني هو الوحيد اللي تتلقى الستاف ديال المنتخب اكثر من اللاعبين. راه ما فهمتش انا واحد مسؤول على التغذيه اش يدير في البنك الاحتياط، واحد مسؤول على راه بزاف السي سعيد، راه المنتخب المصري راه عنده الربع تاع الامكانيات التقنيه تاع اللاعبين اللي عندنا حنا، مي كاين واحد الاداء كاين واحد الجرينتا كاين ناس تيموت. علاش؟ حيت انت تمشي للاتحاد المصري تتلقى لاعبين قدامى واقفين على شغلهم. حنا المشكل اللي عندنا في المغرب ان اللاعب القدماء ديالنا اون فوا اون فوا توقف على الممارسه تيمشي تيحل القهوه ويجلس يقابلها، بينما في بلايص اخرى اون فوا تيسالي تتستثمر فيه الفريق ديالو اللي كيكون القدوه الاهلي الزمالك ولا نامبور، تيصيفطوه يدرس يصيفطوه يقرا يصيفطوه يتكون. واش الجامعه ديالنا ما فيها حتى شي لاعب دولي قديم؟ وقول لي انت سي سعيد راك انت تتعرف حتى راه كاين نيبوت كاين بودربالا كاين فتحي جمال، ما عاد لا تقول لي هادو اللاعب ما كاينش النيبت ما كاينش هي ما كاينش ما كاينش ما كاينش بودربالا. لا شوف الوظيفه ولا شكل اخر، المهم هو كاين. ولكن شنو القرار اللي عنده؟ شنو البوفوار اللي عنده في الجامعه النيبت؟ لا دابا كنا حاطينه غير باش لا الا هو واش هما قابلين يكونوا غير هكا كنحطوطين هكا راه تما تسمع مو في اللجان هما داروها هما مشاو جمعوا. انا جاني السي سعيد ان هاد الاسماء هادو مع الاحترام ديالي ليهم دايرينهم في الجامعه غير باش نمشيو لشي منتديات دوليه يتلاقى النيبت مع ديساي يتلاقى مع رونالدو يتلاقى انا ما نقراش هذه القراءه هذه. انا بالنسبه لي هو في المكتب الجامعي بانهم حتى هما يساهمون في اتخاذ القرارات، الا ما كانوا شي يساهموا هذا شكل اخر. وراه حيت انا بالي ما كاينش شي قرار اللي انا بالي حتى شي لاعبين. ايوا على كل حال انا لما تتحدث على المكتب المديري وتيكونوا حاضرين تنعتبرهم بانهم خدامين. هادشي اللي حنا بالنسبه لنا خصوصا دي سالاري تيتوشيو دي سالير
ميلو طرافاي ديالهم ما نديروهاش ما عارفينش حتى شنو تيديروا وحنا ما عارفينش هاي ماشي بعيد يكون بانه بزاف ديال القرارات تكون من بناء على التوصيات ديالهم وشكون عارف انا غير واحد السؤال بغيت نقوله لك السي سعيد راحت انت انا عارفك بالصراحه ديالك والله العظيم هذا اول تدخل عندي في حياتي انا شي منبر اعلامي انا فاش نشوف انا غير رجع غير الفراقي باش بلا ما نشوف عيد القطيره تاع المغرب بغينا ولا كرهنا الوداد الراجا الجيش الوغ انا فاش تكون الوداد لعبه اكزومبل حيت انا ودادين دو على فرقتي اي ما كاين حتى مشكل ترى فاش تهز الكاميرا ذاك المنصه الشرفيه راه تيبانوا لي شي وحدين اقسم لك بالله يا ما عارفهم واش ديزانفيتي ولا لا ومن الاهلي فاش تكون لعبه راه كاين دكتوره في كاين علوم سياسيه كاين دكتوره في الاقتصاد كاين دكتوره هنا كاين انت تلقى واحد المكتب اللي هو سين اورغانيزم اورغانيزم كاين تسهروا على الفريق ايوا هذه مسؤوليه ديال الانديه هذه ماشي ومي هاد الانديه راهم اللي تانفلونسيو المنتخب ولا يفرضوا على المنتخب ايوا دابا حنا عندنا الجامعه ما هي صوره الا صوره ديال 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 الانديه ديالنا كاين الجامعه ديالنا فيها المسؤولين ديال الانديه ايوا هادشي اللي بغيت نقول لك هادشي اللي بغيت نقول لك ما بغيتش نطول عليك يلا سي مهدي بارك الله فيك شكرا على الوقت ديالك بارك الله فيك نمشي لمدينه مراكش عند السي صالح السي صالح مساء الخير السي سعيد مساء النور مساء الخير اسيدي نهار كبير السي سعيد سمعنا خوتك الله يحفظك بارك الله فيك نتكلم معك باختصار على ثلاث نقاط السي سعيد على السي مصطفى حجي على حاتم زياد وعلى الحالة ديال المذكور بالنسبة للحكيم زياش انا اللي كان نتكلم عليه هاد المشاكل كتوقع في جميع المنتخبات ولا الفرق انا كنشوفها من طريقة من وجهة اخرى هاد الخرجة الاعلامية اللي خرج بها السيد المدرب انا عندي احتمالين لا ثالث لهما هاد الاحتمال الاول هو هاد الخرجة الاعلامية اللي كانت في هاد الوقيتة وخاد زمام الامور باش هو يخرج اعلاميا ويخرج هاد الاسرار ديال المنتخب الا كان هو خذ هاد البادله الراس ومن ذاته نفسه فهو كنعتبره خطا جسيم كيتحمل مسؤوليه المدرب في جميع الحالات سواء كان نتائج ايجابيه ولا ما كانتش نتائج ايجابيه لانه باش يخرج ياخذ هاد القرار بحال هكا ويخرج اعلاميا ما هو مستور ديال المنتخب الوطني ما كنظنش هو مساله ايجابيه في جميع الحالات او حدا الجانب الثاني علاش الا كان هو خرج هاد الشيء هذا الاحتمال الثاني علاش كان خرج هاد الشيء باتفاق او لبضوء اخضر من عند الجامعه ولا مع المسؤولين ديال الجامعه كنظن هذا مرشح لانه مادام خرج بهذيك الطريقه وتكلم بهذاك الشكل تنظنش غادي يخرج من ذاك المستوى يتكلم فهذا غتكون علامه استفهام كبيره للمستقبل ديال الزياش مع المنتخب. كان كنحطوا الحاله ديال حمد الله عبد الرزاق حمد الله مع المنتخب كان الناس ربما تكون القاطعه ديال الزياش وهادشي ما كنتمناش. جميع الحالات الانسان تيخطا كيكون سواء المدرب ولا اللاعب كيخطا ممكن يكون خطا الاهم في هذا الشيء كيفاش نحتويو الخطا كيفاش نربحوا ونخرجوا من اللاعب الحوايج اللي هما ايجابيين اكثر من هما السلبيين. نعطيك مثال بسيط عادل تعرف الامكانيات ديالو حتى واحد ما كيتناقش عليها ولكن واستفدنا منه حنا كمنتخب ما استفدنا منه حتى شي حاجه. زياش لحد الساعه حتى ما كيتناقش على لاعب كبير كون ما كانش لاعب كبير ما غاديش يدوز من المدرسه ديال اجاكس وما ادراك ما مدرسه اجاكس سي سعيد انت كتعرفها وكلشي كيعرفها ومن ثم يدوز فين يدوز تشيلسي عند مدرب اللي هو معروف الماني ومعروف الانجازات ديالو ومع ذلك راه لاعب معاه وكاين وش الناس شنو تيدير طريقه اللعب ديالو حتى ما كيتناقش فيها وهذوك الاختيارات ديالو طريقته شنو تيعطي غير عفاك بسرعه سي صالح لانه عندي مكالمات كثيره مثلا وتصعب عليا نقطع الناس في الافكار ديالهم. ندوز للحاله الثانيه هو ديال السي مصطفى حجي ما محلو من الاعراف المنتخب راه ما استفدنا منه والو كيف ما قال السيد اللي قبل مني داز على اربعه المدربين الدور ديالو خاص نعرفه ما يمكنش تقول راه الدور كاين ولكن راه لا خاص نعرفه اذا ما دام هو كيكون مساعد مدرب مع اربعه المدربين داز خاص نعرفوا الدور ديالو الا ما كانش الدور ديالو في هذا لوكا في هذه الحاله ديال زياش راه كندوش واش عنده شي دور اللهم خليل الوزير تيجيب ستاف ديالو يخدم ستاف ديالو وما يردش لينا اللوم واحد النهار. بالنسبه للحاله ديال المذكوره السي سعيد انا كنعتبرها حاله عاديه وطبيعيه وما غاديش نتكلموا على مذكور حيت عنده 20 عام خاصنا نتكلموا على مذكور كانه مغربي وفين نشا وفين كبر وفين قرا وكيفاش الطريقه ديالو بزاف د الحوايج باش تخرج المذكور داك الشيء. ما يمكنش لاعب عنده 20 عام عايش عنده واحد الظروف اجتماعيه كذا كيشوف في عرض ستراسبورغ واخا يعطيه غير 20 مليون راه غيبغي يمشي هو فرنسا ما
باش غدا ربما يحترفوا لا الدوله لا حتى البرتغال من خصو يخرج من المغرب يبدل الوضعيه ديالو. وشكرا سي سعيد. شكرا شكرا لك سي صلاح. فاذا كان هذا هو القصد ديال انه بغى يحترف ولكن كاين طرق باش يمكن يعني باش يمكن مبابي تعطات فيه 200 مليون ديال الاورو 200 مليار 200 مليار ومع ذلك حنا راسو قال انا غنلعب هذا العام مع باريس سان جيرمان وما غنجد شيء وغنشوف كي غنشوف الامور كي غتطور ماشي لدرجه انك غتدوز في المجلس التاديبي. فلو انه كان جات 200 مليون ديال الاورو لا. سي حسن من مراكش. سي حسن مساء الخير. عندنا اتصال مع سي حسن. مولاي حفيد من مراكش. مولاي حفيد مساء الخير. اهلا سي سعيد. مرحبا انا سي مولاي حفيد. وتحشناك ويبارك فيك. بارك الله فيك. بارك الله فيك. الله يطول عمرك سي بارك. وانا راه بغيت غير نسلم عليك. الله يحفظك يا مولاي. بارك الله فيك. صافي ونتمنى لك الاستاذ. الله يجزيك بخير. بارك الله فيك. بارك الله فيك. صحة مزيانة وكذا. الله يطول عمرك. برامجك شيقة وانا انا دابا غير حليت قلبت لقيت. الله يجزيك بخير. لقيت البرنامج. خصني نسلم عليك. الله يجزيك بخير. بارك الله فيك. انا عندي غير واحد النقطة. اييه تفضل تفضل. انا بغيت غير نتسائل معاك السي سعيد ايمتى غادي يكون عندنا هذا المنتخب مستقر. كل ماتش تنجيبو واحدين جديد كل ماتش نجيبو واحدين ما عرف ما فهمتش. كنا تنعرفو حنا عرفنا المنتخب اللي داز زاد 86 تنعرفوهم كاملين حتى الاحتياط تنعرفوه دابا ما باقي تنعرفو والو. ايوا حنا دابا عتر بليو الفريق. نعم عتر بليو تنبليو ايوا واش غنديرو علاش هي واقيلا باقي ما الرمله واقيلا الرمله هي باقي ايوا شوف راه البناء ديال الفريق راه ماشي سهل واخا سيدي راك عارف هادشي الله يحفظك بارك الله فيك الله يطول عمرك بارك الله فيك. نذكر الارقام الهاتفيه للتواصل مع البرنامج الارقام ديالنا 0526-666-067-05-20-666-068. أعيد 0526-666-068-0526-666-067-05-20-666-068 أو عن طريق الواتساب في الرقم الهاتفي اللي هو 0662-62-32-48. أعيد 0662-62-32-48. قبل ما ناخذ مكالمه اخرى ندير تحيه لسياسين. شوف راه مناخ المنتخب لا ماشي لذاك الدرجه كاع. من بعد السيناريو ديال حمد الله يتكرر مع زياش كما حدث. ما شوف هذه اللي كانت تصرفات ديال اللاعبين يعني باش نرجعوا تاني لحمد الله وهذا الشيء هذا. حمد الله اللي هز الصاك ديالو مشى في حالته. يعني انا مع اللاعبين المغاربه يلعبوا معنا سواء داخل المغرب وخارج المغرب. غير تنقول بانه التصرف خص يكون تصرف مع فريق وطني ديرو بحساب انه يعني الفريق الوطني اكثر من اللي داخل العائله ديالو اكثر من دارو فريق وطني. يعني بحال لقبتي بان انت المنتخب ديال العائلات ودخلتي له راك في منتخب شي منتخب تنختاروا احسن مكان نحطوه في واحد المكان. يعني كانه المغاربه كلهم محتضنين هذوك الناس. انسان لما يجي للفريق الوطني يمشي بهذا المنطق هذا. يعني ماشي بمنطق ديال انا واحد الانسان خصكم تهضروا معايا واحد الهضره خاصه. ماشي الفريق اللعب ملي تيكون عنده باقي عاد قال بسم الله تيصبر ما كاين حتى مشكل. الفريق الوطني غير لعب مقابله الاولى والثانيه ونكون صابر صابر غير نولي ندخل الملايير ولا لاباس عليا لا ما عجبكمش حنمشي بحال هاتي لا. الفريق الوطني هذا انا عطيتكم مثال كريستيانو راه عنده 36 عام باقي تيتقاتل باقي تيموت على الفريق وشتو الباح مسجل هدف التعادل شنو دار؟ واحد اخر بحال هذاك الانسان غارق فلوس غارق غير كون ديش دير هادشي هذا وهذوك الدراري صغار لا 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 تيأثر راه هذا راه انا تنقول بانه اللي بغى يقول بانه غنجيبوا الاحتراف من على برا يا اما جيبوا الاحتراف كامل يا اما خليوه كامل ما تجيبوش احتراف هو عندهم الفلوس. راه حنا الاحتراف عندنا مع كامل الاسف وتنقولها هكا يعني بصراحه حنا الاحتراف بالنسبه لنا هو الفلوس يكونوا في المغرب والاحتراف هو التصرفات ديال اللي كاينه كامله بالاحتراف في الممارسه الاحترافيه كلها خصنا نجيبوها الاحترام والتفاني في خدمه يسمحوا لي الاخوان اللي تنتظروا كثار ولكني ما تهربش هذه الفكره ديال هازار شنو قال هازار ديال 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 الريال شو قال؟ راه قال واحد الكلام الانسان يحترمه. قال بانه جيت لريال مدريد بالعقد فيه 5 سنين لعبت معاهم عامين باقي ما عطيت والو
انا خاصني نرد لهم فلوسهم، ماشي نرد لهم فلوسهم يعني غنجبدهم من الكونت، رد لهم فلوسهم خصني نلعب ونرجع لهم الفلوس، لانه بناو عليا المستقبل وانا كنت تبليسه بزاف، ولاني لعبت بزاف الراس الحاس بالذنب، ودابا تندرب بجديه ونتمنى على الله انني نكون في المستوى. اش هادو ناس هادو غارقين فلوس، اي بقى يكونوا فلوس كون مالي يكون 10 دالمين ويتقاضوا له شي فلوس، ومع ذلك لا، هذا هو الاحتراف، ماشي الاحتراف بغاو يلعب ما بغاو شي بلاش انا كاع ما غنلعب هذه الكره هذه كاع، لا ماشي منطق هذا، لا لا. سمحوا لي الاخوه اللي تنتظروا كتام، نقول مين مراكش فاس، مشي للمحمدي عند سيمونير. سيمونير مساء الخير. مشى سيمونير فؤاد من فاس. سي فؤاد مشى فؤاد. سي عبد الواحد من مراكش. سي عبد الواحد سي سعيد بن نتكلم معك على قناة منتخب الوطن. تفضل سيدي. بالنسبة للمدرب هذا واحد كنشوفو كل مرة تغير ما تشكيلة ما بقا فهمنا حتى شي حاجة. واللعبة مزيانة ما تعجبش بحال سفيان الرحيمي واش ما كانش بلاصته في المنتخب. ايوا هو اللي تيعرف ما دابا هاد الساعة هو اللي تيعرف حيت هو الناخب. وبالنسبة لجياس راه لاعب كبير. تيلعب في الدوري الإنجليزي. يعني تيقدم واحد المباراة جميلة وما عندوش بلاصة في المنتخب، يجي تال كازا عادي يقول لنا حنا راه كاين مشكل مع زياد كذا. بالنسبة لهذا المدرب اخويا ما قدمنا طائرة في الكرة، مشات مع روما كنا كنشوفوا ذاك الغرينطا وتيزرع اللعابة الروح، ديك الروح تتحس بها في الملعب، دابا ما كنشوفوا حتى شي حاجة الصراحة بالله. ايوا خلينا نلعبوا المقابلة ديال اليوم بعد يكون عندنا كلام اخر. ونتمناو خير ان شاء الله للمنتخب الوطني، نتمناو شي نتيجة تكون خير. بارك الله فيك سي عبد الواحد مدينة مراكش، بقى في مراكش تاخذ سي عبد اللطيف. سي عبد اللطيف مساء الخير. سي سعيد. مرحبا انا سيدي. سي سعيد انا بغيت نشوف هذا المشكل من واحد المنظور اخر. تيبان لي بحال شي كيستيون دو بياج، يعني بحال شي قضيه بياج. انا تنشوف سي وحيد عامين هذه باش هو في المنتخب. بزاف ديال المشاكل ما شنا لا حتى حاجه ما كاينه، ما نقولوش ما كاينه حتى حاجه، ولكن كاين واحد التخبط. ما كاينش شي نهج تكتيكي. ما كاينش خطه. الهويه ديال المنتخب ما عندوش شي هويه. اللعابه ما كاينش استقرار. يعني نورمالمون 11 اللي تتكون اساسيه وتكون الاحتياطيين. المره الاخرى تنشوفوا الاساسيين اللي مساو ماشي الاحتياطيين، يعني اي مدرب تيحترم راسو مادام عندي واحد التشكيله اللي هي تدخل تتلعب تنبدل من الاحتياطيين، وداك الاحتياطي هو اللي تندخلوا للتشكيله كاع الا بغيت نديرو، والتكليت يكون من 11 تنرجعو للاحتياط، ماشي تنجيب واحد جديد تنصيفط واحد من التشكيله الرسميه والاحتياطيين تيبقاو زاكين، فهمتيني؟ المهم كاين بزاف ديال المشاكل في المنتخب الا لاحظتي، لا في المقابلات الرسميه لا سميتو لا المقابلات الوديه. يعني سول اي مغربي قول له النتيجه اللي غتكون العشيه ما غادي يعرفش، يعني بحال قلتي نقدو نربحو نقدو نتعادلو نقدو نخسرو. ايوا سي عبد اللطيف تيزالي انت راك رياضي في كره القدم، راه هادشي وارد. البارح فرنسا راه تعادلوا مع البوسنه كانوا يخسروا. هادشي سي سعيد انا ما عنديش فيه نقاش، هادشي متفق معاك 100%، ولكن الناس اللي تطيق تفرقتها تتكون عندهم واحد الفرقة. ما كناش تنهضروا على السودان ولا على موريتانيا ولا على شي حاجه، راك عرفتي موريتانيا اش داروا لنا، تعادلوا معنا هنا. يعني راه سي وحيد ما قدم حتى حاجه، ربما هذا المشكل ديال سي زياش داروا باش يحمل باش الجمهور يتجه لهذه النقطه وينسى الا قدر الله شي نتيجه تكون سلبيه، فهمتيني؟ هي انا اللي بغيت نقول لك بان سي وحيد هذه النقطه اللي كان يطرحها ماشي كيف ما تيقولوا الاخوان وهذا الشيء تتكمل المقابله ولا تكمل الاخرى. كان يطرحها فاش كان التجمع الاعدادي اللي داز باش لا كان المشاكل تحل ديك الساعه، يعني قبل ما ماشي حتى من يعني القرع عليه في ممكن ديك الساعه فاش وقع المشكل يقول هاد السيده ما نضبطش معايا فهذا سميتو، لان فاش تندير واحد التجمع اعدادي تندير واحد رابور. لا ولكن اتونسيون راه يقول لا ما تنساش واحد القضيه بانه وحيد قال بانه ما كاينش هناك تواصل، شكون قال يقول بانه راه اتصلوا بهم وغاش يجاوب ما عارفينش شنو هو التواصل. شنو هو التواصل؟ لا انا ما فهمتش، انا اللي تنفهم سي وحيد قال لك بان ما كانش منضبط. ما كانش منضبط وما كانش تواصل، تيقول بانني ما كانش مريض. ما كانش مريض وغياب التواصل. ايه وهذيك الساعه سي وحيد يقول هذيك الساعه باش اللي كان وعلى كل حال على كل حال حنا واللي اعتذر وسي سعيد بغيتي نزيد واحد النقطه. تفضل. انا عرفت نتبع المنتخب من القديم.
تنعرف دازو العابه داز السيد معطيه داز الزديرات داز بن الهنده وتنعرفوا المشاكل اللي داروا ما طرحوش وما خرجوش وما اتفقش فيهم حتى حاجه. يعني تاك الانسان اللي تيبان لينا حنا الجمهور تيبان ليه وطني وعندو غير على الوطن سميت فيزياس حتى واحد ما ينقرش دا مع هولندا. يعني يستحيل ان واحد عندو هذيك الغيره على البلاد ديالو يدير شي حاجه تمس بالمنتفع الا لا شاف شي حاجه داخل مجموعه ماهياش فهمتيني. ربما تتبان ليه شي حوايج تما اللي هو ما غادي يقولها لا سي وحيد ولا سي حجي. لان سي حجي هذا مع كاع هاد المدربين الزاكي مع هنا سميتو وديما كاين المشاكل ديال العابه مع العابه. يعني راهم عندهم علاقه به كاين دي كلون وحنا تنعرفوا هادشي مشكل داز. يعني فاش تنشوفوا بوفال شنا شنو دار هادشي بمجرد ما مشى للاطار الوطني رجع ماتش الاخر عيطوا ليه شناش دار الحدادي فهمتيني. وراهم دابا كاينين بجوج بهم لا الحدادي ولا بوفال وما بغاوش يلعبوا كاع مع المنتخب واش فهمتيني. وعلى كل حال سعيد يا لا سي عطيف اللي ما بغيتش انا نظلموا سي زياش وحنا ما عارفين لا ما بغيناش نظلموا. حنا قلنا حنا عطينا الراي ديال المدرب الى اللاعب خرج بشي راي اخر ولا الى تحلت المشكل من لهنايا القادم الايام ما يكون افضل. حنا قلنا بان اللعاب ما بغيناش نفرطوا فيه ما بغيناش هذا الخلاف هذا يعني يجعل بانه العلاقه ديال زياش مع الفريق الوطني تحصر في هذه النقطه دي. ماشي في صلاحتنا وماشي في صلاحته هو. يا سي عبد اللطيف بارك الله فيك نمشي عند سي نبيل مكناس. سي نبيل مساء الخير. سي نبيل من مدينه مكناس ما كاينش معنا سي نبيل. ناخذ هشام الدار البيضاء. سي هشام تا هو ما كاينش. هاي سي محمد من الدار البيضاء يمكن كاين اشكال على مستوى التواصل ما تنضش بان هذو الثلاثه كلهم ما كاينش شيء. غنقرا واحد التعليق في الفيسبوك تعجبني بحال التعليق بهذا الشكل هكايا. سبب اولا السلام عليكم. هذا يموت يقول اتمنى من المسؤولين على المنتخب ان يزرعوا المنافسه القويه والعبره باللاعب رونالدو. السي يحيى بن حليمه تيقول سبب ديال هذا الشيء اللي وقع كله او قبل منه هما انتم الصحافه وتحالفكم مع الجامعه. ما صراحه يعني انا الا انت عندك هذا الراي ما غنحيدكش هذا الراي ديالك. هذا مساله عاديه جدا. ولكن شنو هو التحالف؟ حنا تنذكر على شي امور اللي هي قالت الجميع. قال المدرب قلناها اللي قال المدرب قال اللعاب اللي قال المدرب. فين هو التحالف؟ وحتي الا تحالفنا مع الجامعه باش نقول واحد القضيه. انا من نهار اللي كنت وانا اتحالف مع الجامعه ومع الفريق الوطني لمصلحه الفريق الوطني لانه انا تنعتبر بانه اي واحد فينا خصو يكون يدعم الفريق الوطني حيت يمثل البلاد. وحنا بغينا الفريق ديال الوطني ديالنا يمشي بعيد في كاس العالم وكاس افريقيا باش حتى حنا نمشيو نديروا التغطيه لكاس العالم وكاس افريقيا تنقولها لك. ولكن ماشي لدرجه انه غادي نغطيو الحقائق وما نقولوش وما نهضروش. هاي ماشي النهار اللي الفريق المغربي تيخسر تنقول لا ما يمكنش يخسر حيت خصو يخسر. لا تيخسر حيت ما لعب شيء وحيت ما دار شيء وانتقدنا وهذا الشيء مشهود معروف ماشي حاجه اللي هي. انما التحالف مع الجامعه في هذا الموضوع هذا الا تهضر على شي حاجه اخرى ما كاين حتى مشكل. ولكن شنو التحالف مع الجامعه؟ والا تحالف مع الجامعه تحالف مع شي واحد اللي هو عدو ديال الجامعه في اطار كره. يمكن اللي عند كاين اللي عنده خلفيه وتيشوف بانه الجامعه ما عجبها شيء ما غنحيدها له شيء. ولكن حنا تنذكروا على واحد المباراه في كره القدم وتمشيو بالمنطق ديال انه المدرب من حقه انه تكون عنده الصلاحيه يدير اللي يبغى. شنو يدير اللي يبغى؟ يختار. انا بغيت هذا اللعب الا جا رئيس الجامعه ولا المسؤول على المنتخبات يقول له ودي لا غدخل فلان يقول له ما كاين مشكل ندخلوا ونخسروا كاسير رئيس الجامعه هو اللي قال لي. ما يعني راه كاين بزاف ديال الامور ما شنو ما عرف شنو المقصود بالتحالف. الا كان التحالف مزيان تحالفوا حنا كلنا بغينا نتحالفوا من اجل مصلحه الفريق الوطني المغربي. ولكن ماشي لدرجه انه غادي ندرقوا شي امور ما ندرقوا. هذه كره واضحه حيت الانسان يمكن له يعني يدير التعتيم على شي حاجه اللي ما وضحاش. الى اليوم انا اش غنشكر حيت الملعب هو اللي تيبين كل شيء. هاي المباراه ديال اليوم غتجي هي المباراه اليوم لعبنا مزيان ما كرهناش اودي ولكن لعبوش مزيان شنو غنقول لا ما كاين حتى مشكل قبلوا على هذا الوضع. اجي انا مباراه نهار الاثنين ديال غينيا لا قدر الله تكون شي نادي سبيشال نقول لك لا ما كاين مشكل غنتحالفوا مع الجامعه وهادشي خصو يستمر. ابدا
تنقول بانه يعني تنصدروا احكام يعني مثلا اليوم انا مقلق على واحد الجهاز غنبقى مقلق عليه في جميع حالات حتى ولو يدير نتائج. اذا ربحنا مثلا اليوم ربحنا السودان 4 نقول السودان كانوا ضعاف لانه عندهم. اذا ربحنا في غينيا لا انه غينيا لا. هذا بالنسبه للانسان اللي تيكون عنده دائما واحد النظره. بالنسبه للناس اللي هو اليوم تنحاولوا نكونوا كما تقولوا موضوعيين وكل واحد يحسب كيف ما بغى. ما اذا هذا هو اللي كاين. الكره مضيعه. لا ماشي مضيعه الاموال الكره لا ابدا. السلام عليكم. اتمنى المسؤولين على المنتخب تحدثنا عليها. تحياتي شكرا لك. المناخ ديال المنتخب ما فيش يعني اكثريه بزاف ديال 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 التعليقات اللي تتكون معوده. ندير واحد الاطلاله على الواتساب. سي سعيد البارح تحدثنا على التشكيله ديال المحتمله ديال المنتخب الوطني المغربي. واش تظن بانه هاليلوزيش بامكانه يشرك اللاعبين اللي جاوا لاول مره؟ ما انا لا اعتقد بانه اللاعبين اللي جاوا لاول مره غادي يشاركوا في المنتخب حيت انا هذا هو التساؤل. ولهذا فاش قلت انا بانه راه الندوه الصحفيه اللي طلغات يعني كان مناسبة انه الانسان يسال المدرب حول الفلسفه من المنادات على لاعبين صغار السن لاول مره في مقابله رسميه. هذا هو السؤال والجواب. يعني نطلبوا على الله لكل شيء سؤال يعني جاو كيما بغات تكون النتيجه ديال اليوم انه ممكن حيت هذا سؤال مهم انك يعني لاعبين جبتيهم جربتيهم ما بقيتش عيط لهم اذا ما اقتنعتش بهم وجبتي لاعبين جدود. ما عدا الا قال لك اودي لا انا كان خاصني نعيط لواحد مجموعه من اللاعبين نعيط ل 24 لاعب ولا 25 لاعب وما لقيتش لا في البطوله المغربيه ولا اللاعبين اللي جربت بانهم غير جاهزين وبالتالي فعيط لهادو لاعبين غير باش نكمل ال 25 لاعب. ام انه شاب بانه عندهم امكانيات. ولهذا ف بالنسبه للتشكيل ديال الفريق الوطني ما تنظنش بانه غتخرج على الشيء اللي تنعرفوا. اللاعبين اللي معروفين راهم معروفين ما تنظنش بانه كاين اشكال. اللاعبين اللي جاوا لاول مره ما تنظنش بانه المدرب غادي يكون لهذه الدرجه غيكون عنده ماشي حتى الشجاعه تجيب لعاب لاول مره يشارك. ما تنظنش بانه يعني يدخلوا في اول مقابله. المشكله سي سعيد هذا السي كريم تيقول المشكله سي سعيد في الجاهزيه ديال اللاعبين. ما عرفتش شنو قصدتي بالجاهزيه. واش اللاعبين اللي تيلعبوا في اوروبا او اللاعبين اللي تيلعبوا في المغرب. سي اعطي رمزي الاسم ديالو الكيند تيقول بانه حكيم زياش من احسن اللاعبين على الصعيد الافريقي. وحيد عنده سوابق في مثل هذه الخلافات مع اللاعبين خصوصا اللي كان مع اليابان اللي تسبب لها في الاقاله رغم انه تاهل لكاس العالم. المدرب باقي كيجرب فشوف يعني راه المدرب راه قال بانه عنده المبادئ ديالو وانا ما عرفتش يعني يعني واش المدرب امكانه يبدل المبادئ ديالو. ولما تنذكروا على المبادئ كاين اللي عنده مثلا كاين المدرب اللي ما يقبل شيء مثلا يكون عنده مثلا يعني يهضر مع اللاعب ويرد عليه الكلام. كاين اللي ما تيقبلش. كاين المدرب اللي تيسمع تيقول دير بحال ما سمعتش. وكاين المدرب اللي تيكون لا تيكون صارم تيقول كلي بحال الناس. شوف انا ما نهضرش معكم بالحالات اللي شهدت انا ديال لاعبين وديال المدربين. راه كاين بعض ذبات المدرب اللي تيقول للعابه مثلا كلكم غتجيو لي لابسين لباس واحد لباس معين. تيمكن شي لعاب لباس مخالف. وقع فيه نقاش. وقعت. يعني ما نقولش الحالات اللي وقعت فيها ولكن اللي تتوقع. اذا في هذه الحاله هذه بعد نوبه المدرب تيكون صارم تيكون بحالك بحال اللعابه واللعاب تيمكن يقول لك لا انا ما هربتش كاع نهائيا. يعني كاين خلافات المال
خصوصا لما تيكون اللعاب حاسب راسه بانه من اللاعبين الاساسيين وعنده مثلا عنده شعبيه كبيره والمدرب في بعض الحالات تيصعب يتخلى عليه. في الحالات ديال المدرب اللي تكون عنده شخصيه وما تيخافش تيقدر يقول لك اودي انا ما راه وهالي لوجيستيك لا قال لك انا نفضل نخسر ولا نخسر المبادئ نخسر المباراه ونخسر المبادئ ديالي. اي المدرب ديال خدام بهذا الشكل هكايا اش غنقولوا حنا؟ صحيح انه حنا كمغاربه بغينا الفريق ديالنا يعني ينتصر وباش يمكن له ينتصر خصنا نستافدوا من اللاعبين ديالنا كاملين. وحنا يمكن الا وقع خلاف ما بين اللعاب وما بين المدرب حنا ما تهمناش اللعاب يكون لاعب، ولكن في نهايه المطاف المدرب غيحسب راسو بانه ما بقات عنده قيمه. لان اليوم الا دار زياش شي تصرف، حتى نقولوا الا دار راه ما تقولوش راه دار دار دار، الا دار شي تصرف وهذاك تصرف اللعابه شافوه بانه شويه قاصح والمدرب حنا الراس غادي يحني الراس الغدا السايس وهي غدا وهي غدا وما بقات عنده قيمه. علاش؟ لانه كاين واحد السابقه. ف انا تنظن بانه الا كان شي رد فعل ديال اللعاب ونتمنى ما يكونش رد الفعل ونتمنى انه حتى اللعاب يكون زياش كيف ما كان الانسان لما تيتزاد في اوروبا تيكون عارف بزاف ديال الحوايج، عارف بانه اليوم لاعبين مقابله وعندنا مقابله نهار الاثنين وعارف بانه مباريات مصيريه. فالى انه عنده واحد الرد وفضل انه ما يعبرش عليه فتعتبر هذا قمه ديال النضج. خلي انا ما غاش ناثر وما غنقولش شي حاجه اللي تاثر على اللعابه، نخليهم يلعبوا المقابله ديالهم ونتمنى لهم الرباح ونطلبوا الله انه الفريق الوطني ينتصر وتجي التهنئه من زياش اللعابه لانه اصدقاء ديالو ودوز مقابله ثانيه وتكون نتيجه ايجابيه. وفي هذه الحاله هذه ممكن الا بغى يعني يعطي الراي ديالو او التبرير ديالو، لانه ممكن يكون عنده تبرير، حيت التبرير مثلا واحد يقدر يقول لك بانه لان المدرب حدد الحالات حدد الحاله ديال انه غير منضبط. وهذا الانضباط راه فيه بزاف ما يتقال، الانضباط راه ماشي انضباط فيه بزاف ديال الحوايج، قال غير منضبط ما عداش الحالات، قال هضر على انه تيجي معطل وبانه كان مريض، حيت مريض والطبيب تيقول ماشي مريض هذه مساله يعني تيمكن يعني تيق اللعاب تيقول انا مريض، يقدر يكون اللعاب ما عنده والو يقول انا حاسس نفسانيا ما عيان ما مرتاحش ما يعني حيت العامل ديال المرض ما يمكنش شي واحد يجي الطبيب يقول لا انت مريض انت صحيح. كاين اللي يقول لك انا صحيح بدنيا عاد ضربات القلب هما هذا وكل شيء هو هذاك، ولكني انا راه مريض نفسانيا حاسس براسي بانه فاشل ما قادرش نتحرك، انا ما مساعدش ما عنديش ذاك ما عنديش الرغبه باش نلعب الكره. بكي غادي تقول لك لا لا عندك الرغبه، حيت الرغبه ما مساله لا ما يمكنلكش دير لها واحد الفحص واش عنده رغبه، هذه رغبه هذه مسائل تقول لا انا ما عنديش انا ما كما تقول حنا بالدارجه ما عنديش الكانه باش نلعب الكره. وعلى كل حال فحنا نتمناو انه يتحل هذا الاشكال. نذكر اخرى بالارقام الهاتفيه ان كان ما عرفتش واش عندنا مشكل ديال الهاتف. الارقام الهاتفيه للتواصل مع البرنامج هي 0526 666 0526 667 0526 666 068. اعيد 0526 666 0526 668. اذا فقدنا الاتصال مع سي عبد الرحيم. غنذكر مره اخرى يعني المقابله اللي غتجري اليوم في الرباط الساعه 8 ضد المنتخب ديال السودان، مقابله ماشي سهله مقابله صعيبه، غير باش نكونوا متفقين انه ماشي راه السودان حتى شي واحد ما ياخذ السودان لانه فريق عادي جدا، حيت يعني لما تنتحدثوا عن السودان تيجيبوا الله باننا مع فريق اللي هو عادي. لا، السودانيين عندهم جوج ديال الفرق اللي هما الهلال والمريخ، جوج ديال الفرق اللي هي مزيانه تيعتمدوا على اللاعبين المحليين، ولكن الكره ديالهم يعني ماشي يعني بامكانها تخلق لنا المشاكل. قبل الفاصل ناخذ مكالمه، ناخذ معايا شكون؟ سي محمد. سي محمد مساء الخير. سي محمد وي مرحبا سي محمد. السلام عليكم. مرحبا بخير الحمد لله. بارك الله فيك. بخير نعمل الله يحفظك مولاي. خويا البرنامج الشيخ مزيان الله يجيب لي سير. بارك الله فيك. القضيه ديال زياش القضيه ديال زياش بان تتركب كاحترام يحترم وصايب لا المدرب ولا
لا النقيب ولا اللعيب. إذا كان فيه احترام راه تيحترم حتى الدولة، لأن ماشي مقدر ناخب جايبها الجامعة ماشي جايبو مكتب المسير ولا شي حاجة. ولا كان الاحترام تيكون احترام الدولة ديالو تيمثل الدولة ديالو كخصو يبقى حتى هذاك. أنا تعرف اللاعبين اللي همايا عندهم نفس تحنيبات بحال هذا تيكون شي ماتش هما تيصفقوا الأحداث ماشي تيتأخر، ولكن تيتأخر يعني اللي ما كانش عنده مهيئ ولا شي حاجة ولا هذا ما علمش عليها. هو لاعب كبير ماشي لا ما حتى شي واحد ما 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 ما, ما قال العكس، لاعب كبير. احنا اللي خاص هو انه الانضباط اللي كاين على المستوى الاحترافي يكون على مستوى ديال الفريق الوطني. اي صحيح، ويكون غيره شويه مع الغيره ديال الوطن ديالهم. ماشي الانسان اللي تكون لاعب يا تكون تيقدر واحد الاحترام لا للوطن ديالو لا للمقريشي ولا للدوله ديالو كمغربي ولا هذا. ما عرفتش انا زياش كيفاش تا ولا هكا، ما فهمتش. هو لاعب كبير ولا الانسان اللي دار بحال هكا انا تيجيب لي الله ما عندوش غيره وما يقدش يلعب كاع. هو لاعب كبير ربما ما يقدش يلعب، ما يكونش ما كانش عنده اهتمام مع هذا، ما يكونش عنده اهتمام حتى للماتش. ايوا نطلبوا على الله تلقى واحد الصيغه تا وفي تلقى واحد الحل والله يجيب تيسير منا هذا والله يهدي الجميع. امين امين بارك الله فيك سي محمد. شكرا لك سي محمد، بارك الله فيك، بارك الله فيك على المداخله ديالك. غندير واحد الفاصل، ندير واحد الفاصل اعلاني ومن بعد نرجع نستقبل المكالمه ديال المستمع الكام. ناخذ سي محمد من الدار البيضاء. سي محمد مساء الخير. مساء الخير سي سعيد زادو. مرحبا. بالنسبه لسي سعيد زادو غنتكلم على المنتخب الوطني المغربي. اولا كنتمنوا له الانتصار اليوم ان شاء الله. ان شاء الله حنا غيربح ان شاء الله. وان شاء الله ان شاء الله يربح وغنتشدوا بثلاثه النقاط. وبالنسبه لهذه المشاكل اللي كانت طرا ديال زياش، شفنا زياش راه عنده ماشي اول مره كان دارها مع رونار ودخل في القجاع ومشاو ليه حتى لهولندا. وانا هذا الشيء اللي بان لي بان هذا الشيء اللي خلى زياش كما قلتي دابا على المدربين خلاه زعما يقول شوف انا راه زياش راه ما خصكمش تتعاملوا معايا. وانا كيبان لي انا زياش الا جيتي الا جيتي تحكم عليه ما قدمش شي حاجه اللي كيما قدم النيبات وباصير ولعابه القدم. زق لينا بيلانتي في الدقيقه الاخيره مع البيني كان تاهلنا الربع. لا لا ماشي لا انا ضد انه نفكروا شنو دار. انا كما كان الحال هو لعب مزيان يصلح لينا. انا تنقول بانه خصنا نلقى واحد الصيغه باش يرجع للفريق الوطني. ما حتى معنى انه واش سعيد انا ما كانش احسن الصيغه اللي كان مشى ليه الرئيس تاع هولندا مع رونار. يعني ما يمكنش تعاود الا تجاو يعاودوا نفس المره يقولوا بان بحال قلتي غيزيد عاوتاني ايوه يقول لك يعني انا اللي عندهم في المغرب هكا نخطاهم كيجيو يحزروني يرجعوني. يعني يبقى ديما هذيك النسخه كاينه. اللهم حقاش حنا هاد المشاكل ما خطاوناش. الا جيتي تشوف الزاكي كانت مع النيبت رونار مع احمد الله ومع زياش دابا يعني هذا الشيء ديال المشاكل ديما عايشينه هكذا. ديما هادشي ديال المدرب تلقى لعب مع المدرب ديما كيكون هذا المشكل. وبالنسبه للناس اللي كيتحاملوا على حجي حجي لعاب عطى الكره المغربيه اول لاعب تقريبا في هذا اللوزاني اللي كان كلشي شتي في 94 هذا اللي كان قدم مع منتخب الزامبي فاش قدم راسه للمغرب. يعني هذا الشيء ديال حجي هو ما حجي ماشي هو اللي معطي على ايران في العالم كما قلت لك ماشي هو اللي تقلب بلانتي في كاس افريقيا. حجي تقوم الدور ديالو من قدام ان شاء الله راه كيهضر غير تيقول لي وين المنتخب المدرب ديال المنتخب. يلا شكرا سي محمد بارك الله فيك. نمشي للوزان عند سي محمد. سي محمد مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سعيد كي داير بخير. بارك الله فيك. تبارك الله عليك وتبارك الله على البرنامج اللي كتعدى من هنا. بارك الله فيك. بارك الله فيك اسيدي. سي سعيد بصراحة ما عرفتش موكد الموضوع ديال زياش. كنتمنى كما عرفت هذا الكلام ديالك الله صحيح يكون شي تدخلات من بعد زعما نجوز هذه المباراة. واحد اللاعب مهم ماشي. لا لا ما كما كان الحال ما حتى شي حتى شي بلاد ما تفرط ولادها. هادشي اللي كاين ولا هاد مهم بالنسبه للمنتخب كيعطي واحد التوازن. هاد السميه عندها قيمه. كنتمنى نسالو ما تخلي ان شاء الله ديما مع المنتخب كنعيشوا هاد الخلافات بزاف. ايوا حنا بغينا نعيشوا اجواء ديال الفرحه مع المنتخب ماشي اجواء ديال الخلافات. يعني دابا حنا اللي كتجي فينا هو جمع ايوا معلوم كل مره كيوقع مشاكل بحال هكا بين المدرب وهذا والجمع اللي وكل الطاقه. وعلى كل حال شوف انا اللي غايب اللي غنقدر نقول اللي غنفهم بانه العدم الا ما تعيطش لزياش ما تنظنش ما غايكونش في اخبار المسؤولين. غايكون اودي بانه يقولوا ديفوار اللي كاين واللي كاين يقولوا اودي ما كاين حتى مشكل. الاسبقيه
للفريق الوطني، ماشي غادي نخليو الفريق الوطني رهن اشارات مرهون بواحد التصرف ديال شي لاعب. على كل حال خليونا بغينا نهضروا على المقابله ديال اليوم، الا كاين شي واحد في هذا الوقت اللي بقى يعطينا التشكيله اللي غنلعبوا بها واللي تيفضل انه يشاهدها. شكرا لك سي محمد من مدينه وزان، مشي عند سي عبد الرحيم الدار البيضاء. سي عبد الرحيم مساء الخير. سي عبد الرحيم عندنا مشكل مع سي عبد الرحيم، فين ما تقربوا لسي عبد الرحيم الا والخط تي ينقطع. ندير واحد الاطلاله على الفيسبوك. السلام عليكم ورحمه الله، رشيد الودادي شكرا لك. وعليكم السلام. معقول المنتخب اكبر من الجميع، اللي بغى يلعب يلعب، اللي بغى شي يلعب يعني معناكم عارفين شنو خاصنا ولاد البطوله. عموته وليد الركراكي، هذا المدرب عينه وكان صالح يبقى في الفرق الفرنسيه. ماشي بهذا المش... لا ما صراحه ماشي بهذا المنطق. انا تيبان لي بانه بالنسبه للبطوله الوطنيه هضرنا عليها، البطوله الا بغى يلعب البطوله الوطنيه راه المسؤوليه عند اللعابه ديال البطوله الوطنيه وعند المدربين ديال البطوله الوطنيه. انا قلت المدربين، اي مدرب جا للبطوله وشاف مباراه ديال البطوله غيتذكر على ما يسمى بالايقاع ديال البطوله، ايقاع جد متواضع. سي ابراهيم من مراكش مساء الخير. السلام عليكم، تحياتي السي سعيد. مرحبا انا سي، مرحبا انا. كي داير؟ بخير الله يطول عمرك. نهضر على حكيم زياش. مرحبا. بالنسبه لحكيم زياش اخويا منتخب كبير عليه، هذاك لاعب ماشي ديال المنتخب، ديال الفريق. كاع هذا علاش اودي؟ لا ماشي لا شوف هذاك ديما كيدير مشاكل وحنا غينا على المشاكل بالنسبه للمنتخب المغربي. عندنا لعابه كبار اللي دازوا في المنتخب، ولكن زياش انا زياش تلاقيت معاه في مراكش شخصيا في وطايف خدام فيه، ولكن ما كيعطيش اهميه للناس، ماشي ذاك الانسان يعني كلاعب ديال المنتخب ما بغى يتصور مع الناس، ما بغى حتى شي حاجه، فهمتي؟ هذاك الانسان شويه فيه كما كنقولوا بالدارجه المغربيه ديالنا فيه العياقه بزاف. لا يمكن شوف انا غنبغي ندافع عليه واخا ما تنعرفوش، يمكن واحد دخل انا شخصيا جابرك برك كاطر هذاك الانسان هذاك بدون مستوى ديال لاعب كرة القدم كيجيو مرات لاعب ديال كرة القدم يمكن تيحشم، يمكن يجي كيستيون ديال كيحشم كيشوف فيه خدامة وداك الشيء اللي تكنيك، انا كندير تكنيك وداك الشيء يعني الانسان ربما تواضع وت لا محل ولكن هذاك السيد كبير عليه المنتخب، فهمتي؟ هذاك لاعب ماشي ديال المنتخب وحنا في غنى عليه اذا كان هو كيدير بحال ماك وداك الشيء. حنا المنتخب راه 40 مليون كتفرج فيه، ماشي يعني خاصو يكون قدوه ديال داك 40 مليون كامله، ماشي دونك لاعب وكدير مشاكل. وهذا هو شكرا. بارك الله فيك سي ابراهيم. انا مع الشهاده ديال سي ابراهيم ما بغيتهاش، حيت علاش؟ لانه شهاده ديال شي واحد اللي وعاش، ما قال لك انا تنشتغل في واحد الفندق، واكيد يعني اشتغل شي فندق اللي كان حاضر فيه الفريق الوطني، والمعرفه ديالي بالناس ديال الفنادق يعني تتكون عندهم واحد الامنيه، شيء الامنيه هي انهم تيجي عندهم لاعبين ديال الفريق الوطني المغربي. اي واحد في شي فندق كان فيه الفريق الوطني كون تيقن بانه غيعطيك واحد الالبوم ديال الصور مع جميع اللاعبين. هذه هي الميزه اللي يعني عندهم شي حاجه اللي ماشي عند واحد اخرين. كاين واحد تيجي مع كره، انت انا نعطيكم ماشي نعطيكم الاسرار، كره تيمشي عند اللعابه يسني، وكاين مثلا تلقى يعني واحد عنده توقيعات من رئيس الجامعه حتى الاخر واحد في واحد الكره فيها لاعبين كبار. في الفندق اول واحد تيتصور مع اللاعبين هما اللي تيشتغلوا في الفندق، الناس اللي تيخدموا في المطعم ولا في الاستقبال ولا اي كان تيبغيو. فاذا كان شهاده منه ما تيبغي يتصور مع الناس، انا دخلتها في اطار بانه انسان تيحشم وتيحني راسه. الا شاف بانه كلشي تيتصوروا مع اللعابه الا هو، غادي يكون وان كان انا هادشي ماشي باش ندخلو، حيت اللعب ديال الفريق الوطني هو ملك ديال الجماهير، ماشي ملك ديال راسو، ملك ديال الجماهير. اللي طلب منك تصور معاه خصك تصور معاه، علاش ما غيطلب واحد يتصور معاه حتى تيبغيك. ف انا اللي يمكن نقول هذا الموضوع هذا خدينا اعطيناه اكثر من اللي يستحق. ما عرفتش واش الظروف اللي جا فيها اللي تكلم بها المدرب في هذا الموضوع كانت يعني وقت مناسب او غير مناسب.
على كل حال كل عنده قراءة. اليوم احنا تقريبا ساعتين تنطقوا على الزياش مشى ما جا شيء، وفي الوقت اللي احنا بغينا نهضروا على المقابلة، وبغيت غير ناخذ بانه راه كاين واحد النوع من التفاؤل بحدود الحدود، ما خديناش نعرفوا فكرة، علاش؟ لان كل شيء خايف من المقابلة. السي هشام من مدينة الدرب. هذا السي هشام، مساء الخير. مساء الخير سي سعيد. مرحبا خويا، بخير هاني. الله يحفظك. انا من لي فان ديالك من 86. مرحبا سيدي، مرحبا. الله يحفظك يا مولاي. الله يحفظك. بارك الله فيك سيدي. خويا عندي واحد مداخلة صغيرة. ايه. وهي مهم ملاحظة اللي لاحظت في المنتخب، انه ما كتكونش واحد استراتيجية اسمح لي راه ديال التراك. لا ما كاينش. واحد الاستراتيجية ديال ان الجامعة خاصة تخلي واحد النيفو. دابا كل مرة كيجي مدرب كيدير دوك كل واحد والانتماءات ديالو للدولة اللي كينتمي ليها، عنده تقاليد، عنده هادو، وكيجي ثاني كيبني المنتخب من جديد، كيولوا ثاني عندنا مشاكل، راه جيب هذا دير. علاش ما تشوفش الجامعة تبقى غادا في واحد النيفو بحال الدول الأوروبية؟ يعني احنا خاصنا نشوفوا إلا جبنا واحد المدرب خاصنا ناخذوه كيفاش كيخدم، ها هو نبقاو غاديين بهذيك السلسلة. وواحد طلب أخير، أنه إلا كان واش ممكن الجامعة تجيب شي طبيب نفسي يكون عنده حتى في الستاف ديالها، يعني تهيئ اللاعبين وتهيئ كل شيء، حيت دابا كل واحد جاي من بلاد كيفاش كيتعامل، كيفاش هذا كيجي للمغرب كيبقى معاملة بشكل والكمال على الله. هادشي اللي نقول. شكرا لك سي هشام، يعني انا متفق معك في واحد الباب ديال انه بالنسبه للفريق الوطني كاين بزاف ديال كاين اللي مزيود في اسبانيا، كاين اللي مزيود في فرنسا، كاين اللي مزيود في هولندا، كاين اللي في المانيا. ان كانت اللغه ديال كره القدم هي لغه عالميه، ولكن ولا بد بانه كل واحد عنده واحد نوع من 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 من, من, من العادات، وكل واحد كيفاش تربى، وكل واحد عقليته، إضافة للشيء تنذكروا عليه أنه كل كيفاش كيتكلم، يعني إن كان الأغلبية ديال اللاعبين يمكن كاين فيهم اللي تعرف الأغلبية تعرفوا الإنجليزية، ولكن الأغلبية كاين اللي تعرف الألمانية، كاين اللي تعرف الهولندية، كاين اللي تعرف الإسبانية، كاين اللي يتكلم الفرنسية. هذا تو شوية عائق باش ما نكذبوش على راسنا، ولكن ماشي فقط غير بالنسبة للمغرب، الكرة في العالم منتخبات شكروا المنتخب اللي عنده اللاعبين تيمارسوا في البطولة. ف اغلب البطولات فيهم لاعبين تيلعبوا في خارج البلاد، وان كان كل واحد عنده نسبه معينه من البطوله، يعني ما يمكنش تقول لي بانه البطوله الاسبانيه ما تلقى فيها حتى شي واحد من اسبانيا، غتلقى كل شيء جاي من انجلترا ولا كل شيء جاي من شي دوله اخرى، الاغلبيه ديال الاسبان تيمشيو لانجلترا. ولكن حتى بالنسبه للانجليز المانيا على بد غتلقى واحد النسبه كبيره، علاش؟ لان البطولات قويه. بالنسبة للبطولات اللي هي ضعيفة هي اللي غتلقى بأنه اللاعبين كلهم جايين من 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 أوروبا. ناخذ بعض القراءات. تحياتي، هذا السي تيقول السي حكيم زياش أحسن لاعب ونجم نجم تشيلسي. تحيد الكلام ديال النجم، نجم لاعب كبير و واحسن الايام ديالو دوزها مع اجاكس، يعني باش نكونوا متفقين. ولكن الامور مرتبطه ب كما قال المدرب بالانضباط، فمساله زياش لاعب كبير وخلوق محبوب. هذا هنا خليني نكمل لك، هذا يكتب تيقول زياش لاعب كبير وخلوق محبوب هنا في المسجد ديال امستردام. هذا يمكن التعليق هذا من هولندا. زياش احسن لاعب، نفس احب من احب. ما شوف دابا حنا يعني تظن شي واحد اللي كان عنده شك في زياش؟ المغرب كله كان تيتحدث على حكيم زياش حتى لهاد البارح، يعني نمشيو بعيد، حتى لما تعطى التشكيله وما كانش فيها حكيم زياش الناس تتساءل اش هاد المدرب، واش ما يمكنش علاش عيط ما عيطلوش؟ كنا تنقولوا بانه من بعد ما تصب في الكتف ديالو ياك ما ثانيا
شنو قلنا؟ قلنا بانه لما المسؤولين الانجليز قالوا بانه تحد ما غيخرج لانه خايفين من كوفيد 19 وبزاف بعد التدخلات، لما شفنا بانه جاوا اللاعبين اللي تيلعبوا في انجلترا وما تمتش المنادات على حكيم زياش، وشفنا بانه دخل كاحتياطي وخا ما لعب شاي او لعب في 10 ديال الدقائق حيت تماك ما يمكنلكش تدخل في ورقه يعني التحكيم وانت ماشي مستعد وانت غير جاهز. فحتى لهذيك اللحظه عاد قلنا شنو وقع لما خرج البارح المدرب تيقول عدم الانضباط، راه كلمه كبيره عدم الانضباط، وما تيجيش وتيقول بانه هو ما رد شيء. اذا خاصنا احنا الجواب ديال زياش، زياش الا ما جاوب شي دابا احسن ما دار يتلعبوا هذه المباريات ومن بعد عاد يبان هذا الشيء هذا صافي الشيء اللي كاين. اما القيمه ديالو كلاعب حتى حد ما حيدها له، حتى شي حد ما ناقش امكانيه، راه تلاحظوا بان حتى شي واحد تيقول لا ما كانش يضيع، لا ما تنضكش على الشيء هذا. زياش لاعب كبير عنده امكانيات وكان بامكانه يكون افضل في الفريق الوطني، يعني باقي ما لعبش شي مقابله كبيره بحال داك الشيء اللي شفناه تيدير في 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 اوروبا، ولكن الشيء اللي تيتقال دابا هو اللي هو اللي حاضر. ناخذ المكالمه، اخر مكالمه. سي عبد الرحيم، واش عندنا الحظ نستمعوا له او لا؟ سي عبد الرحيم السلام عليكم سي سعيد، مرحبا بخير. بغينا ندافعوا على المنتخب الوطني، كنشوف الجمهور المغربي شويه ما متفائلش، ولكن كره القدم خاص يكون متفائل. نهضروا على التاريخ شويه، عبد الخالق اللوزاني كنشوف الظروف صعيبه اكثر من هذه. كان معاه في المجموعه ديال المنتخب التونسي هو اللي كان مرشح، وتمكن عبد الخالق اللوزاني باش يجوز للنهائيات كاس العالم 1993، يعني مرحله صعوبه. اييه ماشي بانه هو المنتخب اليوم كنشوفوه ماشي في التشكيله ولا كنشوفوا المستوى، راه ما يمكنش يدوز، لا ممكن يدوز. الطريقه هو كما قلتي ديال 2006 النتيجه اللي كانت ما بين، انا غنهضر لكم على 2002 ديال الكويلو، كان عندنا منتخب قوي. أيوة. اول مقابله لعبنا مع ناميبيا الهي وتعادلنا مع 0-0. وفي الاخير هذيك المقابله اللي قصتنا، هي اللي قصتنا هادشي اللي كاين. هنا قبل اللي كنعرفوا المنتخب الغيني الباحث تعادل، هذه فرصه للمنتخب الوطني. اييه فرصه كبيره باش نتفائلوا اليوم الا كانت واحد النتيجه ايجابيه، حيت لا بغينا كرهنا لانه المدرب الوطني راه هو اللي شاد هذا المدرب، راه ما جاش وتحط في المنتخب، راه لي تاريخ ولي المدرب التوازن ديالو كبير، ما غنجيش نضربو في المدرب. حنا خصنا كيفاش نجيو هذا المدرب ونسوا لحد الجمهور، المهم هو الدعوات اليوم نطلبوا من الله يكون شي نتيجه ايجابيه، وراه بشويه بشويه غيتحسن المستوى. ربحتي اليوم المقابله ديال اليوم ماشي سهله، كنشوفوا البارح المنتخب المصري مع الانغولا خليت بواحد الزيرو، كانت المقابله صعيبه على المنتخب المصري ربح بواحد الزيرو، ولكن انغولا كانت صعيبه في الكونتر اتاك، يعني من حتى منتخب خارجي. الامور اللي بغيت نقول اليوم يكونوا من اللعابه يكونوا حاسين بالمسؤوليه، ولا غتكون النتيجه الا كانوا اللعابه حاسين بالمسؤوليه ديال النتيجه، اللعاب باغي يحقق اليوم الثروه في كواه باش يلاه المسار، بان المسار باقي طويل، حتى شي حاجه مو سهله في افريقيا، فهمت في المنتخبات باش يتاهلوا ولا ماشي سهل، اللاعب المنتخب كاملين غتكون الدوره صعيبه في تاهيل كاس العالم اللي غيكون المقابله ديال الغرض. القضيه ماشي سهله، ما نبقاوش نضربوا المنتخب الوطني نقولوا المدرب ديال الوطني دابا حاليا، خصنا نشجعوه ونحاولوا نخرجوا من هذه النتيجه ديال اليوم اللي ربحنا، غنعطيو الثقه اكثر، ونتمنى هذه الرساله توصل للعابه ديال المنتخب الوطني، حيت هما اللي عندهم مسؤوليه اكثر على المدرب اليوم، لا طرحوا للجمهور المغربي اكثر ما نبداو نتاقدوا المدرب، اللي عطى الله المدرب مرحله صعيبه. وشكرا. شكرا لك السي عبد الرحيم. شوف التعادل البارح ديال غينيا بيساو مع غينيا، يعني هذه اكبر هديه، لانه انا صراحه كنت متخوف من الفوز ديال غينيا في عند غينيا بيساو، علاش؟ لانه انا تنقول هاد الفرق اللي هما صغيره، يعني ما عندهاش هي الحضور باش يمشي لكاس العالم، باش نكونوا يعني واضحين، ف من عند هاد الفرق يمكن لك تجيب ديال النقاط. حنا غادي نلعبوا مع السودان، ف اذا ربحنا اليوم، وانا ما غنقولش نهار الاثنين نربحوا غينيا، نمشيو غير لغينيا غير نتعادلوا، غتولي داير اربعه ديال النقاط في الوقت اللي الفريق المنافس اللي هو غينيا غادي يكونوا عنده جوج ديال النقاط. حنا غنديروا هادو القراءات اللي يعني غير حسابات، يمكن تكون غلطه يمكن صحيحه. في الوقت اللي ايضا
نهار الثلاث السودان غتلعب مع غينيا بيساو. اذا ربحنا السودان غنكونوا لعبنا جوج ديال ديال ديال, ديال لعبنا جوج ديال 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 الجولات دينا فيهم اربعه ديال النقاط. غينيا غيكون عندها جوج ديال النقاط والسودان غنربحوهم مع غينيا بيساو يكون ثلاثه ديال النقاط. وغادي نستقبلوا غينيا بيساو وغادي نخليو السودان مع غينيا في ذاك اللقاء اللي ديال 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 المتنافسين. اذا حنا غيبقى لنا واحد المباراه ديال غينيا بيساو اللي غتلعب حتى نهار 12 اكتوبر. هنا في تنقولوا حنا نمشيو لغينيا بيساو نجيبوا داك ثلاثه النقاط اللي ما جابوش غينيا. راه هذا هو هذا هو الامتياز. الا جبتي ثلاثه ديال النقاط من غينيا بيساو راه حتى ولو تعادل مع غينيا وتجيب غينيا هنا واحد الوقت غينيا حيت غينيا هي اخر مقابله غنلعبوها هنا في نوفمبر مع غينيا كون تيقنن بانه مع غينيا يعني غتولي تقلب غير على التعادل وتاهل الا ما كان واحد الوقت انه واحد تاهل كاع قبل ما توصل للجوله السادسه. هذا هو اللي تقصد بانه المباراه اللي خارج الميدان مع الفرق اللي هي اقل حظوظا من الفرق الكبرى هي اللي خصك تمشي تجيب فيها يعني تجيب فيها النقاط. غينيا ما ربحوا شيء عند غينيا بيساو هذا مؤشر مزيان لنا بحيث انه تقول بانه ممكن نجيب ثلاثه ديال النقاط ماشي بحال السودان وغينيا. السودان مقابلات تكون صعيبه في غينيا غتكون صعيبه. غينيا بيساو ماشي ما تنقول صعيبه ولكني الحظوظ ديالنا اكبر من من من, من غينيا بيساو علما بانه مع السودان في السودان وغينيا خلينا نقول المقابلات يكونوا متكافئين فرقي ماشي هما ماشي سهلين. المنتخب السي احمد تيقول المنتخب السودان فريق قوي حذري منه. حتى شي واحد راه تنقول بانه السودان ماشي راه ما تنذكرش بان احنا ربحنا تنقول خصنا ندير مقابله كبيره باش ننتصر ماشي ربحنا المقابله ديالهم ماشي سهله مقابله صعبه جدا. السي الحبيب تيقول صراحه هذا المدرب ناقص كثير ناقص وكبير عليه المنتخب. زياش هو تقول ما عطا والو للمنتخب. رسميا مارسيليا وقع الاتفاقيه ديال مع امين حارث هذه تحدثوا عليه بانه تنقلت يعني انتقل لمارسي. حارث جا للفريق الوطني المغربي ما عرفتش هاد اللعبه ديالنا تيتنقلوا باموال كبيره وتيلعبوا فرق كبيره لما تيجيو الفريق الوطني تيوليو عاديين جدا ما عرفتش واش ناقصهم شي حماس ولا شي حاجه لانه هاد اللعبه السميات اللي عندنا تبارك الله ما كاينها يعني داك الشيء تعراب تاع هذا كلشي تيجهد بهم ولكن لما تيتجمعوا تتنقص الامكانيات ديالهم. ونطلبوا على الله اليوم هذه الامكانيات تبان في المقابله ديال السودان ونطلبوا على الله توفيق الفريق الوطني المغربي مع السودان ونهار الاثنين ان شاء الله مع المقابله مع المنتخب ديال غينيا اللي غتكون مقابله قويه وقويه جدا. شكرا للمستمعين الكرام والمشاهدين ايضا اللي تابعوا الحلقه ديال اليوم. لكم تحيات زميلتي خديجه مراحي والزميل ديالي علي فوكس لامن النقل المباشر لهذه الحلقه. شكرا لكم الى اللقاء.